وفرزه وتحضير التسويق، ورح نحكي شوي عن إدارة خلايا النحل لإنتاج العسل العضوي. الصوت واضح للجميع؟ أوكي، الصوت تمام دكتورة. ممتاز. إذا المرة الماضية إحنا عرفنا العسل، وإحنا قلنا عشان يكون العسل عسل لازم يكون النحل جمع مرحيق الأزهار أو من الندوة العسلية، وصنعه داخل جسمه وخزنه داخل الأقراص الشمعية. وحكينا الرحلة اللي بيقومها النحل كل يوم حتى أنه يجمع الرحيق ويصنع منه العسل، وإن الجزء اللي في جسم النحل اللي بيتم فيه صنع العسل اللي هو حوصلة العسل. تكلمنا بعجالة عن مكونات العسل من سكريات مختلفة وفيتامينات وأملاح معدنية، وأكدنا إنه العسل مادة حامضية مش مادة قاعدية ولا مادة متعادلة، وإنه السبب في كونه مادة حامضية إنه هو بيحتوي على كثير من الأحماض العضوية اللي هي أصلا تعطي النكهة المميزة له، زي حامض اللاكتيك والخليك والفورميك والأوكزاليك والستريك وغيرها. وإحنا قلنا على إنه إحنا ما بنقدر نميز إنه طعم العسل الحامض زي ما احنا بنلاحظ الحموضة في الليمون أو في الخل، والسبب إنه التركيز الكبير للسكريات في العسل بتغطي تماما على حموضة العسل، فعشان هيك احنا دايما بس ناكل العسل ما بنحس إلا إنه احنا قاعدين عم ناكل مادة كتير حلوة. تعرض دكمان بسرعة لغش العسل وأفضل الطرق إلى خزن العسل وبعض الاستخدامات البسيطة للعسل من قبل الإنسان إذا كان صحيح أو إذا كان مريض. وحكينا إيش أفضل طريقة بيستخدمها أو بيستخدم الإنسان فيها العسل، اللي هو إنه يعطى مذاب في ماء دافئ درجة حرارته قريبة من درجة حرارة جسمنا، أو ممكن إنه يذاب مباشرة في الفم، ولكن يجب أن يبقى بالفم فترة طويلة عشان يعطي نتيجة جيدة. وحكينا أن أفضل وقت لتناول العسل ممكن يكون صباحا قبل تناول أي شيء على الريق، وإذا كان عندنا مشاكل في النوم وكمان حتى نستفيد من العسل كويس ممكن ناخذ كمان معلقة قبل النوم، وهي المعلقة تكون مذوبة بكأس من الماء الدافئ. وتكلمنا كذلك شو الأشكال المختلفة التسويقية للعسل. حكينا إحنا كمنتجين ممكن إن نبيع العسل إما كعسل مفروز أو على شكل قطاعات من العسل والشمع نسميها قطاعات شمعية زي اللي إحنا شايفينها أمامنا بالصورة. هذه القطاعات ممكن تاخذ أكثر شكل أو أكثر من شكل طبعا للشخص اللي بينتج العسل، وطبعا للسائد عند الكونسيومر الموجود عندنا. اذا كان الكونسيومر بفضلوا انه القطاعات تكون دائريه فبنعمل احنا القطاعات الدائريه، اذا كانوا بفضلوا انه يكون القطاعات مربعه فاحنا غالبا بننتج القطاعات بشكل مربع وبيتم تغليفها وبيعها للمستهلك. واحنا حكينا انه يمكن هذا افضل شكل من ناحيه صحيه من الأشكال اللي إحنا بنسوق فيها العسل، لأنه بهيك العسل بيكون محتفظ بكامل المواد المفيدة الموجودة فيه. إذا أنا ما بدي أعمل قطاعات فإحنا قلنا لأنه ممكن إنه البرواز العادي اللي خزن فيه النحل العسل يتم تقطيعه بواسطة السكين ووضعه في علب خاصة وتسويقه للمستهلك، أو ممكن البعض بحب إنه ياخده في مرتبان العسل، ممكن كمان إنه هالقطاعات تقطع وتوضع بشكل جميل ومرتب في مرتبان العسل وتسوق للمستهلك. وإذا أنا فضلت أني أسوق العسل على شكل عسل مفروز فبيتم فرز الأقراص الشمعية بالفرازة ويتم تعبئته بعد تصفيته وإنضاجه في برطمانات. أهم شيء بالنسبة للعبوات أنا بستخدمها أنها تكون إما مصنوعة من الزجاج وهو المفضل، أو أنها تكون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع العسل
ويمكن حفظ العسل فيها فترة طويلة دون أن تتأثر الخواص الكيميائية للعسل. عندنا في الأردن كان أفضل شيء متوفر هو العبوات الزجاجية. مشكلتنا بالعبوات الزجاجية إنه لازم لما نعبيها بالعسل إنه نحطها في مكان مظلم حتى ما يكون في أي تعرض للعسل للضوء، لأن الضوء راح يكسر كثير من المواد الموجودة في العسل، راح يكون عندنا الـ HMF، وبالتالي هذا راح يسيء إلى جودة العسل. توقفنا في المرة الماضية عند هذه النقطة، واحنا حكينا على انه الوان العسل كثيرة وانواع العسل في العالم كثيرة. بقدر ما في عندنا تنوع في النباتات اللي ممكن انه النحل ياخذ منها رحيق، هناك انواع من العسل. والوان هذه الانواع مختلفة، تتدرج من اللون الكريمي الفاتح وحتى البني الغامق، والدرجات الكثيرة ما بين هذين اللونين. يعني كثير مرات بنطرح لي سؤال، هل العسل الغامق أفضل من العسل الفاتح؟ هل نستطيع تحديد نوع العسل من لونه؟ هلأ كمان شوي أنا رح أحكي لكم أنه لون العسل بتغير لأكثر من عامل، فعشانك إحنا ما بنقدر أو ما بنعتبر لون العسل هو مقياس لنوع العسل. إذا دائما دائما لما بدي أعرف أنا نوع العسل ما بطلع على لونه إلا إذا كان مقطوف حديثا، أنا متأكدة إنه ما صار عليه أي عمليات ممكن إنها تأثر على لونه. في هاي الحالة ممكن أنا أستخدم لون العسل كإنديكيتر لنوع العسل. أذروايز وإذا أنا ما كنت أعرف شو تاريخ العسل الموجود عندي هون، أنا ما بقدر أستخدم لون العسل لمعرفة نوع العسل. لأن أنتوا راح تلاحظوا إنه في عنا إنه بعض أنواع من العسل بتكون فاتحة، لكن بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة راح يصير لونها بني غامق. أو لو عملت عليه إجراء، هذا الإجراء رح يأثر على اللون مثلا زي التسخين، وعلى طول رح يتحول لون العسل إلى اللون الغامق. فعشان هيك إحنا ما بنعتبر لون العسل طريقة لمعرفة نوع العسل ولا للحكم على العسل، ولكن إذا كان العسل مقطوف حديثا وأنا بعرف تاريخ القطف، فأنا ممكن أن أستخدم اللون للحكم على نوع العسل. يعني هذا بجرنا لأنه نحكي شوي عن ألوان العسل. شو اللي بيعطي للعسل لونه المميز؟ ليش العسل لونه عسلي؟ عسل، ليش هاي الألوان موجودة في العسل؟ ليش في اختلاف ما بين أنواع أو ألوان الأنواع المختلفة للعسل؟ في عنا أكثر من عامل بأثر على لون العسل، أكثر من مادة موجودة في التركيب الطبيعي للعسل، وهاي بتأثر على لون العسل. من المواد الطبيعية اللي بتعطي للعسل طبيعي لونه، واللي غالبا هي بتكون جاي من رحيق الأزهار، الصبغات المختلفة والأملاح المعدنية اللي بتكون موجودة في الرحيق، بالإضافة لبعض المواد الملونة الطبيعية الأخرى. من أهم الصبغات اللي ممكن تعطي للعسل لونه مثلا زي الكاروتين. كاروتين كلنا بنعرف إنه لونه برتقالي، فغالبا العسل بيكون غني بالكاروتين، ممكن أن يكون لونه مائل أكثر للون البرتقالي. من الصبغات النباتية الثانية اللي ممكن تعطي بقوة للأنواع العسل المختلفة ألوانها اللي هو الكلوروفيل. الكلوروفيل كلنا بنعرف أنه لونه أخضر، فعشان هيك أي عسل فيه محتوى كلوروفيل عالي نسبياً كمان يكون لونه مائل للون الأخضر. كمان من الصبغات الأخرى اللي احنا ممكن نلاقيها بالعسل واللي بساعد في إعطاء العسل لونه اللي هو صبغة الأنثوسيانين، وهي صبغة طبيعية موجودة في كتير من أنواع الرحيق، ولونها الصبغة ما إلا الحمار. فعلشان هيك أي نوع عسل موجود فيه أنثوسيانين رح نلاحظ أنه اللون رح يكون لون عسلي مائل إلى اللون الأحمر. كمان نسبة الأملاح المعدنية الموجودة في العسل تؤثر على لونه. كل ما كان كمية الأملاح المعدنية في العسل عالية، كل ما أخذ العسل لون أغمق نسبيا. عشان هيك لو أنا حكيت على أنه العسل الغامق هو غني أكثر من العسل الفاتح بالأملاح المعدنية، أنا بكون عم بحكي كلام صحيح، إذا كان هذا العسل طبعا مقطوف وفريش ومش مخزن إلى فترات طويلة. وأكثر نوع من أنواع الأملاح المعدنية اللي بيأثر على لون العسل اللي هي أيونات الحديد. كل ما زاد الحديد في العسل كل ما كان لون العسل أغمق،
علشان هيك الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في فقر الدم مثلا او ضعف الدم، دائما بنصحهم انهم ياخذوا اي نوع من انواع العسل غامقة اللون. هلا من العوامل الاخرى اللي بتاثر على لون العسل واللي ما لها علاقة بتركيب الرحيق اللي هي عمر العسل او فترة تخزين العسل. كل ما زادت فترة تخزين العسل كل ما اصبح لون العسل غامق. فعشان هيك العسل اللي قطفته أنا اليوم وكان لونه فاتح، بعد سنة رح يكون لونه أغمق، بعد سنتين رح يكون لونه بني غامق، بعد 3 سنوات رح يكون بني غامق جدا. فعشان هيك كل ما زاد عمر العسل، كل ما زادت فترة تخزين العسل، كل ما غمق لون العسل، وهذا اللي بخلينا احنا ما نقدر نحكم على جودة العسل ونوعه من لون العسل. كذلك تسخين العسل يؤثر على لون العسل. تعرفين انه العسل عبارة عن سكريات، وان عملية التسخين ممكن انها تعقد السكريات الموجودة، وبالتالي بتحول لون العسل تلقائيا الى اللون اغمق بكثير من اللون الطبيعي لهذا العسل. فتعريض العسل للتسخين او خزنه على درجات حرارة عالية وبظروف غير مناسبة، هذا راح يعطيني لون عسل غامق. اذا كل هاي العوامل مع بعضها بتأثر. من العوامل الأخرى ممكن تأثر كمان على لون العسل، شو الشوائب الموجودة في العسل مثلا. وأنا حال ما بصفي العسل كتير كويس وضل في عندي بقايا لقطع الشمع موجودة في العسل، فهذا كمان رح يأثر على لون العسل. كذلك تبلور العسل، يعني احنا كلنا بنعرف انه العسل بس يتبلور بياخذ لون افتح من اللون الطبيعي نتيجة لتكون بلورات السكر، وهلا رح نستعرض التبلور ونحكي عنه شوي. فغالبا كل لما يكون في عندي عسل متبلور أنا ما راح أقدر أحكم ما هو اللون الطبيعي لعينة العسل الموجودة عندي، لأنه لونه بعد ما يتبلور راح يكون أفتح من اللون الطبيعي لهذا العسل. بالمحصلة وبالنتيجة أنا لا أستطيع استخدام لون العسل للحكم على نوع العسل ولا حتى على جودة العسل. أوكي، لكن هو إنديكيتر إذا كان العسل فريش، إذا كان أنا قطفته هلأ من الخلايا وفرزته وهو موجود عندي، معناته ممكن أعتمد على اللون بالإضافة لأشياء أخرى في تحديد نوع العسل. طيب كتير ناس بقول لك طعم العسل، هو في فرق في طعم أنواع العسل المختلفة؟ ما كل العسل عسل وكله طعمه حلو وكله نفس الطعم. أوكي، هذا الحكي صحيح للناس اللي مش متعودين إنهم ياكلوا العسل، لكن لما واحد فينا يتعود انه هو ياكل عسل رح يلاحظ انه في كتير فرق في الطعم ما بين انواع العسل المختلفة. في عسل اسكى من عسل تاني، في عسل في نكهات وطعمات تختلف عن انواع العسل التاني، وهذا اللي بخلي واحد فينا يفضل نوع من العسل اكثر من نوع تاني اذا هو بيستخدمه كغذاء. نكهة العسل غالبا تكون ناتجة عن مزيج من المواد الطبيعية اللي بتيجي من النبات، من الرحيق لما النحل يمتص الرحيق، وهاي المواد تكون مختلفة من نبات لنبات. وعشان هيك كل عسل من نبتة معينة بيكون له طعم خاص فيه. يعني عسل الحمضيات أكيد طعمه مش زي عسل السدر، وأكيد طعم العسل المرار بيختلف كتير عن طعم عسل الكينة. وللناس اللي تعودوا ياكلوهم يجربوهم هم بيقدروا بسهولة إنهم يلاحظوا الفرق بالطعم. شو المواد المسؤولة عن نكهة العسل؟ طبعا بالإضافة للسكريات اللي موجودة بتركيبها اللي بيختلف من عسل إلى عسل تاني، في عندنا مواد تانية بتكون مسؤولة عن النكهة وهي موجودة بشكل طبيعي بالعسل، احنا ما بنضيفها للعسل، هي مكون من مكونات العسل الطبيعية، مثلا زي الأسيتالديهايد، زي الفورمالديهايد، زي البروبانول، زي الأيزوبروبانول، زي الإيثيل فورميت، وعدد كبير جدا من المواد اللي بتساعد لإعطاء كل نوع من أنواع العسل طعمه المميز لهذا النوع من العسل. لأنه كان في أسئلة كتير عن التبلور في العسل المرة الماضية، فأنا حبيت إنه نحكي شوي عن تبلور العسل، خاصة إنه هاي واحدة من العمليات الإدارية اللي النحال بيحتاج إنه يعملها خلال عملية تسويق العسل. شو يعني تبلور العسل؟ تحول العسل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة نطلق عليه اسم تبلور العسل،
في هاي الحالة بصير في عنا إعادة في ترتيب جزيئات السكر الموجودة في العسل وتشكل على شكل بلورات، وهذا شيء طبيعي إنه يحصل، لأنه أصلا العسل عبارة عن محلول سكري مشبع، يعني فوق مركز، يعني فيه سكريات كتير. لما أنا أقول إنه هذا العسل فيه 80% تقريبا سكريات، معناته هو محلول فوق الإشباع، يعني بالوضع الطبيعي لازم إنه السكر يترسب على طول، ولكن لأنه في تركيبة معينة بالعسل هذا الحكي ما بيصير إلا إذا انخفضت درجة حرارة الخزن. إذا في عندنا كثير عوامل بتأثر على ميل العسل للتبلور. من هاي العوامل نسبة السكريات الموجودة في العسل إلى كمية الماء أو المحتوى المائي بالعسل. كل ما زاد المحتوى المائي للعسل كل ما قل ميل العسل للتبلور. لكن احنا بنلاحظ كمان على الجهة الأخرى إنه لو زادت نسبة المي كتير كمان هذا راح يؤدي إلى تلف العسل، فاحنا بنحكي ضمن الحدود الطبيعية للعسل، كل ما زادت نسبة الماء كل ما قل ميل العسل للتبلور. العوامل الأخرى اللي بتأثر على عملية تبلور العسل اللي هو درجة حرارة الخزن. إذا أنا خزنت العسل في درجة حرارة تتراوح ما بين 18 و 11 درجة مئوية، معناته أنا هيك بعطيه أحسن درجات حرارة لأنه يصير فيه تبلور. فدائما دائما إذا أنا بدي أخزن العسل لازم أخزن أقل من 11 أو أعلى من 18، يعني ممكن أحطه بدرجة حرارة الغرفة بحيث على إنه ما تكون درجة الحرارة كتير عالية. أوكي، إذا كانت درجة الحرارة بحدود 25 أو أقل من 20 ل 25، فأنا ممكن كمان إني أترك العسل إذا ما بدي أخزنه لفترات طويلة. لكن لازم أحذر إني أبدا ما أخزن العسل ما بين درجة حرارة 11 و 18 مئوية، هاي أفضل درجات حرارة لحدوث التبلور، خصوصا إذا صار في عنا تذبذب فيها، يعني مرة 11 مرة 12 مرة 15 مرة 14، هذا التذبذب بسرع كتير في عملية التبلور. اللي بيساعد أكثر إنه يصير في عندي تبلور وتكون بلورات اللي هو إذا كان في عندي أي شوائب في العسل، يعني إذا أنا ما صفيت العسل كويس كان لسه في عندي جزيئات كتير صغيرة من الشمع موجودة بالعسل، أو كان في عندي أحيانا في بعض النحالين بحب يحطوا أجزاء من النحل بالعسل عشان يأكدوا للمستهلك إنه والله هذا العسل طبيعي. هاي الأجزاء رح تكون هي البلورة اللي رح تبلش عليها تكوين البلورات الثانية للسكر. إذا مرة ثانية، إذا أنا بدي العسل اللي بدي أخزنه ما يتبلور لازم ما أخزنه في درجة حرارة ما بين 11 و 18، لازم ما أخزنه في منطقة أو محل عم يصير فيه تذبذب في درجات الحرارة، ولما أنا كمان أعبيه لازم أتأكد إنه هو ما في شوائب كتير ممكن تشجع إنه يصير في عندي تبلور إذا انخفضت درجة حرارة التغسيل. العامل المهم كمان في حدوث التبلور في العسل هو قديش نسبة تواجد السكريات المختلفة في العسل. بيهمني كتير كمان أكثر شيء نسبة الفركتوز والجلوكوز والسكريات المعقدة. دائما دائما إذا كان في عندي جلوكوز عالي في العسل أعلى من فركتوز، هذا النوع من العسل بيكون ميله للتبلور كتير سريع. إذا كانت نسبة الفركتوز أعلى من الجلوكوز فمعناته إذا كان أعلى شوي فمعناته هو متوسط الميل للتبلور، إذا كان أعلى كتير فمعناته هذا العسل بده وقت كتير حتى إنه يتبلور. فعشان هيك كل ما زادت نسبة الفركتوز طبيعيا طبعا بالعسل كل ما كان ميل العسل لأنه يتبلور أقل. أحيانا كمان عملية تحريك العسل خلال التخزين وإذا كان في عنده انخفاض في درجة الحرارة ممكن يؤدي إلى تبلور العسل، لأن عملية التحريك بتعمل لنا فقاعات هواء داخل العسل، هاي الفقاعات الهواء ممكن أن هي تشجع تكوين البلورات إذا كانت درجة الحرارة مناسبة لحدوث التبلور. إذا كل هاي العوامل بتأثر وبتسرع من عملية تبلور العسل.
إذا احنا حكينا إنه تبلور العسل صفة مرتبطة بنوع العسل وتركيبه الكيماوي. في أنواع من العسل حتى داخل العيون السداسية ممكن تتبلور زي ما انتم شايفين بالسلايد أمامكم. واحد من أنواع العسل بتتبلور داخل البراويز زي الهيثر هاني، وهي حتى اللي يقدر النحال يستخرجها رح يضطر إنه يعمل إجراءات إدارية صعبة. فعشان هيك احنا ما بنميل إنه ننتج هذا النوع من العسل إلا إذا بدنا نبيعه على شكل قطاعات شمعية. لاحظوا هون كيف بتبلش عملية التبلور؟ غالبا هي بتبلش بون كريستال وبعدين تبلش تمتد، ودائما التبلور الطبيعي في العسل بيكون متجانس، ما بيكون فقط في أسفل المرطبان زي ما أنتم شايفين أمامكم، ما بيكون بالشكل اللي موجود للمرطبان الثاني. غالبا راح نلاحظ إنه كل المرطبان تبلور وبشكل متجانس نتيجة لانخفاض درجة الحرارة. لما يتبلور العسل ممكن بلوراته تكون خشنة شوي، أو ممكن هاي البلورات تكون خشنة كتير. مرة تانية التركيب الكيماوي للعسل هو اللي راح يحكم هاي العملية، أو ممكن أن يكون تبلور ناعم مرغوب بالنسبة للمستهلك. في مجتمعنا الأردني في عنا مقولة سائدة أو فكرة سائدة تورثتها الأجيال، إنه العسل إذا تبلور فهو عسل مغشوش. هلا كيف تكونت هاي الفكرة في مجتمعنا؟ أكيد هم بنوها على شيء معين من تجاربهم قديما، ولكن الحقيقة إنه العسل يتبلور، هاي حقيقة لا أنا ولا أي حد بقدر ينكرها. في أنواع من العسل تتبلور بسرعة داخل البراويز زي ما شفنا قبل شوي، أو ممكن تحتاج أسبوعين ثلاثة حتى إنها تتبلور زي عسل سلابس أرفنسس، أو ممكن تحتاج إلى شهر شهرين أو ثلاثة حتى تتبلور زي عسل الحمضيات. في بعض أنواع العسل ممكن تتعرض لدرجات حرارة منخفضة فترة سنة كاملة وما تتبلور زي عسل السدر أو بعض أنواع السدر مش كلها. فمعناته الفكرة اللي كانت متوارثة عن أجدادنا ما كانت دقيقة، أو بجوز هم كانوا ينتجوا نوع معين من العسل وهذا العسل ما كان يميل للتبلور، وهذا العسل بكل أسف هلأ مش كتير متوفر عنا. لكن بشكل عام حتى أحكم على العسل إنه هو عسل طبيعي، تبلور لا يدل على أنه العسل مش طبيعي، تبلور حقيقة يدل على أنه العسل طبيعي وتبعا لنوع العسل. يعني لما أي شخص يقول والله أنا معي عسل سدر ويجيب لي المرطبان كله متبلور، بقول له لا أكيد هذا الحكي مش صحيح، أوكي معناته في إشي غلط. فدائما دائما لما أحكم أنا على نوع العسل من صفة التبلور لازم أكون عارف شو نوع العسل اللي أنا قاعد عم بتعامل معه. صحيح احنا عندنا في الأردن ناس ما بيحبوا العسل المتبلور لأنه الفكرة السائدة عندهم إنه العسل المتبلور هو عسل مغشوش، لكن عند جيراننا في الخليج العربي كلهم بفضلوا العسل المتبلور أكثر من العسل السائل، لأنه هم كمان عندهم اعتقاد تورثوه عن أجدادهم إنه العسل المتبلور هو العسل الأصلي البلدي اللي بينتج في السعودية. فعشان هيك دائما أي صفة بالعسل قد تكون إيجابية في منطقة معينة ولكن قد تكون سلبية في منطقة تانية. وبغض النظر إذا كانت هاي صفة إيجابية بالنسبة لهذا المجتمع أو صفة سلبية، إحنا ممكن إنه نستخدمها ونحولها لشيء إيجابي من ناحية إنتاجية. هذا الحكي بيصير بإنه إحنا بنقدر ننتج من العسل المتبلور إيش بنسميه العسل الكريمي. العسل الكريمي هو عسل إحنا بنعرف إنه هو بطبيعته يميل للتبلور، فعشان هيك إحنا ممكن نعرضه لظروف التبلور ولكن تحت ظروف مسيطرة عليها، تحت إجراءات ميكسينج مدروسة بحيث أنه يكون تحوله إلى عسل شكله تجاري مقبول، ويمكن دهنه على الخبز زي ما بندهن الزبدة أو زي ما بندهن القشطة، وبالتالي يصير واحد من المكونات اليومية على مائدة الفطور عندنا هون. إذن الموجود عندنا هون
اللي هو العسل الكريمي. العسل الكريمي بيتم صنعه بواسطة جهاز خاص لصنع العسل الكريمي. هذا الجهاز فيه مكسر وفيه في نفس الوقت جهاز للتحكم في درجات الحرارة. بيتم خفض درجات الحرارة بشكل متدرج بحيث أنها توصل لدرجة حرارة التبلور مع الخلط المستمر حتى يتكون العسل الكريمي. ويا ريت عندنا في الأردن إنه يصبح هذا العسل واحد من أنواع العسل اللي بنشوفها كل يوم على المواعيد، لأنه العسل كتير مغذي كتير صحي للأطفال، والأطفال راح يفضلوا العسل بهذا الشكل. طب خليني بس أوقف هون وآخذ منكم إذا في أي سؤال على لون العسل، على نكهة العسل، وعلى التبلور في العسل. ممكن مهندسة رزان تعطي بس المايك أو تفتح المايك للمهندس محمد؟ يلا ثواني. مهندس فعل المايك من عندك. مفعل. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام دكتورة، والله أنا عندي أكثر من نقطة إذا تتحملي لي فيهم. تفضل. أول شيء قلتي إنه أفضل درجة حرارة لتبلور العسل من 11 ل 18، هي ما بين صحيح؟ 11 و 18. صحيح. طيب لما يتم حفظ العسل بالثلاجة ونلقاه متبلور، هل هذا في مشكلة يكون؟ خليني احكي لك هلا شو اللي بصير. هلا يفترض انه العسل بالثلاجه ما يتبلور. ليش؟ لانه احنا عندنا درجه حراره الثلاجه يفترض انها تكون بحدود 4 مئوي. حدود نعم. 4 مئوي العسل لما انت تحط العسل بالثلاجه بيبرد فجاه، فبالتالي الاجزاء او جزيئات السكر ما بتقدر تتحرك من مكانها عشان تكون البلورات، فبيضل في حالة السائله. لكن وين المشكلة اللي احنا بصير عندنا بالثلاجات تاعتنا؟ انه كثير مرات لما نحط العسل وبدنا ناخذ من العسل معلقة مثلا، راح نطلعه من العسل ونحرك المرطمان او نحرك العسل في المرطمان. عملية التحريك هاي بتقرب جزيئات السكريات من بعض وبصير عندي تبلور للعسل. اها. اوكي؟ أوكي. فإذا تم تحريك العسل في إذا أنا كنت حاطاه في منطقة باردة أقل من 10 وتم تحريك العسل، أنت راح تعرضه للتبلور. اوكي. طيب السؤال الثاني بخصوص فترة تعرض العسل للضوء، لأنه بنلاحظ أنه لما نروح على الماركت بكون موجود كله معروض بالضوء صح؟ وفترات طويلة يمكن تنباع شهر شهرين، هل هاي فترات كافية أنه يصير خلل بجودة العسل؟ يا احنا دائما نحكي للمحلات اللي بتعرض العسل انه ما يعرض للناس وموجود في الضوء، انه هذا لا يباع، بضل العرض وتباع الاشياء اللي دائما محفوظه تكون باماكن معتمه. ولكن هذا لا يطبق، مستحيل. ان شاء الله. لانه كلهم بالاردن بنشوفهم مثلا بالسوبر ماركت بالكارفور بعرضوه وخلص، بيجي الشخص باخذه بعرفش قديش صار له على الرف صح؟ يعني على اذا انا بدنا نحكي احنا على المحلات الكبيره غالبا في عندهم سرعه في الاستهلاك، يعني غالبا يمكن نفس المرطمان ما راح يضل على الرف اكثر من يومين. بهي الحاله ما في مشكله كثير في درجه الاضاءه الموجوده عندهم، احنا بنخاف من درجات الاضاءه اللي كثير قويه، وبنخاف لما يضل العسل على الرف فترات كثير طويله. اذا القصه طيب. بس يوم او يومين ما في مشكله. طيب اوكي، ضايل عندي سؤالين تحمليني. تفضل. العسل والسكري، المرض السكري والعسل، هل هذا يعني مريض السكري بتناول العسل طبيعي ولا في محددات له؟ يعني لو سألتني هل يستطيع مريض السكري أنه يستخدم العسل بديل للسكر، أنا بحكي لك بيقدر ويفضل أنه يستخدمه بديل للسكر. أوكي؟ لكن شو نوع العسل اللي أنا بنصح فيه مريض السكري؟ دائما أنا بنصحه بأنواع العسل اللي محتوى الجلوكوز تاعها قليل، يعني اللي فيها فركتوز عالي. اوكي. يعني مش اي نوع عسل بيقدر مريض السكر انه ياخده. كمان الكميات اللي هو بيقدر ياخذها كمان هي مش كميات مفتوحه، يعني لازم كمان تكون كميات محدوده تبعا لقديش السكر موجود عنده. باي ذا واي مريض السكري اذا استخدم السكر كونتيني وصله، هذا الشيء رح يساعده في تحسن الوضع عنده، خصوصا اذا كان السكر طبيعي ومن نوع جيد.
اوكي، فهذا راح ينشط البنكرياس على افراز الانسولين، وبالتالي راح يساعده جزئيا في حل المشكله، بس انه ما بيقدر يعيد تماما عن استخدام الانسولين اذا كان هو من الناس اللي بيستخدم الانسولين. اوكي، اخر سؤال تحمليني. نسمع بالعسل الاسود وخصوصا المصري، هل هو عسل طبيعي هذا العسل الاسود ولا شو؟ هلا احنا كلنا بنسمع بالعسل الاسود، والعسل الاسود اذا انت بتحكي على العسل المصري، كلمه العسل الاسود تطلق على السكروز المغلي لحد ما يصير لونه اسود، يعني المعمول زي الدبس، زي ما احنا بنعمل الدبس. اوكي، فهو مش مش عسل يعني. مش فهو عسل، مش عسل طبيعي. اوكي، اذا كان احد انواع العسل الغامقه ومجازا حكي عنه عسل اسود، فوقتها لا، معناته احنا بنحكي عن عسل. اذا انت بتحكي على العسل الاسود المصري فهو مش عسل. اوكي، لانهم بيستخدموها اصلا للسكروز المغلي لحد ما يصير لونه غامق، بالضبط زي ما احنا بنعمل الدبس بتاع العنب او الدبس بتاع التمر. تسلمي دكتوره، تسلمي، خلاص، يسلموا، شكرا. هلا فيك، اهلا. في اي سؤال ثاني يا جماعه؟ طب خلينا نرجع للاسئله. في عنا مهندسه مجدولين تحكي نكهة العسل ممكن تتغير مع طول فترة التخزين؟ أكيد، يعني ما في إشي بتلزمه، هو الطعم رح يتغير. في البداية بيكون الطعم كتير قوي، كتير لذيذ. كل ما صارت عنا فترة التخزين أكتر، إحنا المواد هاي اللي بتعطي الطعم كتير منها مواد متطايرة، فرح تروح من العسل، خصوصا إذا في فتح للمرطبان، وبالتالي رح يتغير طعم العسل. كمان العسل خلال تخزينه هو مش مادة خاملة، عم بيصير في تفاعلات كيماويه عم تتكسر لسه، اذا في مواد معقده فيه لسه عم بتتابع عمليه التكسير تبعها، فعلشان هيك كمان هذا رح يؤدي شوي الى تغيير طعم العسل. لكن هذا ما بيعني انه رح يتحول من شيء حلو لشيء مر، ماشي، ولا من شيء حلو لشيء حامض، لكن انه الطعم المميز واللي بتكون اتراكتف في العسل هي هاي اللي رح تختفي اذا طالت فتره التخزين. في عندنا المهندسه حنين، أو في عندنا المهندسة دانا تسأل كم تكلفة مشروع تربية نحل بشكل عام تقديري مثلا؟ تكلفة بتعتمد قديش حجم المشروع. إذا كان أنا بدي أبلش مشروع بخمس خلايا، ولا إذا كان أنا بدي أعمل مشروع كتير كبير، يعني أنا بقدر أنه مشروع بخمس خلايا إذا بدك تشتري كل الأدوات اللي إحنا حكينا عنها بده يكلفك كبداية بحدود 1000 دينار، 1200 دينار. في عنا المهندسة حنين تسأل أنا بأكل عسل من الطفولة بس ما بعرف أميز ما بين طعم العسل أو العسل المختلفة. يعني هي كمان خلينا نقول هي أحيانا بتكون هبة خاصة، لأن حتى اللي بيميزوا بين أنواع طعم العسل المختلفة إحنا بنعتبرهم كتير خبيرين، فهي هبة، وهاي الهبة يعني مش موجودة عند كل الناس. بس انا متاكده انك انت لو اكلتي من طفولتك انواع عسل مختلفه كنت انت راح تميزي انه في فرق على الاقل في الطعم بيناتهم. هل في عندنا عسل كريمي في الاسواق؟ اعتقد في السوبر ماركت عندنا ممكن تلاقي عسل كريمي، لكن مستورد. يعني انا ما عندي فكره اذا في حدا في الاردن بيعمل عسل كريمي وبسوقه يعني عسل بلدي كريمي. في عنا هون سؤال، إذا اشترينا من شركات عالمية ممكن يكون في غش في العسل أقل؟ لا حقيقة، بالعكس، يعني احنا حالنا نادرا ما يميل للغش، احنا حالنا بعرفش، انا احس ضميره كتير حي، بحاول قدر الامكان انه هو دايما يعطي اشي خالي من الغش. حتى انا بعرف كتير مستوردين انا صاروا يستوردوا العسل من برا، اوكي، وحتى انه ما يضطروا انهم يجيبوا عسل، هذا العسل ما يكون عسل طبيعي او يكون عسل مغشوش، فهم بيفحصوا العينات قبل ما يجيبوها على الاردن حتى يتاكدوا انه هذا العسل مش مغشوش. الحمد لله كلنا ضميرنا حي، في استثناءات انا ما بقول ما في، اوكي، لكن كلنا ضميرنا حي، كلنا بنحاول انه احنا ما نغش. فعشان هيك اذا انت عندك شخص بتثق فيه وبتعرف انه هو ما بغش وانه هو ضميره حي، فاستمر بانك انت تاخذي عسل من عنده.
وهذا لا يمنع طبعا انك ان كل فتره انك تشيكي، مثلا اذا انت تاخذي كميات كبيره ممكن انك تاخذي عينه واحده وتفحصيها. هلا في عندنا احنا في جامعه العلوم والتكنولوجيا في مختبر الغذاء والدواء عندهم بيعمل تحليل للعسل للناس كلها في الاردن، وعاده تكلفه مش كثير عاليه لهذا الفحص، يعني هو عشان يحدد لك ايش السكريات اللي في العسل تحتاج هذا الفحص بحدود 25 دينار. فلو انا مثلا بشتري لبيتي 100 كيلو بالسنه او 30 كيلو بالسنة، السنة بيسوى اني اخذ واحد من هدول، اخذ منه عينة وافحصها واتاكد اني انا عم باخذ اشي مش مغشوش. مهندسة صبا بسأل كم المدة التخزينية للعسل؟ عالميا العسل لازم ما يخزن اكثر من 3 سنوات، هاي الفترة المسموح بتخزين فيها العسل عالميا. هل راح يتلف العسل بعد هيك؟ غالبا ممكن انه ما يتلف، لكن إذا أنا بدي أحطه على الرفوف، إذا أنا بدي أبيعه في السوبر ماركت أو بدي أبيعه بأي محل، لازم أكون حاطة فترة صلاحية العسل 3 سنوات. يعني إذا أنت عندك موجود في البيت وبدك تاكله، يعني إذا مش زمان وإذا مخزن بشكل جيد ممكن إنك تاكله. حتى أنا بدي أحكي لكم فكرة كانت موجودة قديما عند الفراعنة المصريين اللي هم طوروا كتير في تربية نحل العسل. هم كانوا يعتقدوا أنه كل ما قدم عمر العسل كل ما تحول هذا العسل إلى مادة بتشفي من كل شيء. قد يكون هذا الحكي صحيح، ما في إثبات علمي على هذا الحكي، أوكي؟ ولكن إحنا هلأ حالياً ما بنقبل أنه ينباع العسل إذا كان عمره أكثر من 3 سنوات. في هذه الحالة نضطر أنه إحنا نعمل أي شيء بهذا العسل، في أوروبا بيكبوه أو بيصدروه لدول تانية علشان ما ينباع عندهم بالسوبر ماركت. في عنا هون مهندسة أسماء بتحكي هل في العسل مادة مثل الكولاجين؟ العسل كتير مهندسة أسماء كتير مفيد للبشرة، كتير كتير مفيد للبشرة. يعني أنت لو تلاحظي بكل الأقنعة التجميلية اللي بتقرأي عنها أو اللي بتشوفيها دائما العسل لازم يكون مكون من مكونات، فهو فيه كتير مواد، وهاي المواد بتساعد على احتفاظ البشرة بشبابها، على انه يضل البشرة ناعمة وانه ما يكون في تجاعيد في البشرة. وانا دائما بنصح باستخدام العسل للبشرة للناس اللي كتير مهتمين ببشرتهم، لانه بيساعد على بقاء البشرة يعني، وبزود البشرة بكتير من المواد الغذائية والمواد اللي بتحتاجها البشرة. طيب في عنا المهندسة نجلة تسأل هل عسل الزعتر فيه طعم الزعتر واضح ولا بيكون مغشوش إذا بين الطعم؟ يعني عسل الزعتر ما بيكون فيه طعم زعتر واضح، يعني مش زي لما أنا أكون عم باكل زعتر وزيت، إذا هذا السؤال اللي أنت عم تسأل عنه، لا هو بيكون له طعم مميز لكن مش زي طعم الزعتر اللي إحنا بناكله. هلا إذا أنا أكلت عسل وكان فيه طعم زعتر فمعناته في سامسونج بهذا العسل، أكيد في إضافة وهي الإضافة مش طبيعية. هل يحدث تسمم من العسل؟ أوكي، طبعا بيحدث. في عندنا أنواع من العسل سامة للإنسان، في عندنا أنواع من الرحيق سامة للنحل على فكرة، وهذا العسل الحمد لله عندنا بالأردن مش موجود ولا ينتج في الأردن، في تركيا البلد قريب علينا عندهم هاي الأنواع اللي ممكن إنها تكون سامة. فعشان هيك دائما النحالين بيكونوا عارفين شو النباتات اللي ممكن إنه العسل تاعها يكون سام، فما بيحطوا النحل تاعهم في المنطقة اللي موجودة فيها هاي النباتات. وهي النباتات مش كتيرة، عددها كتير قليل، لكن لو توفرت في منطقة بعدد كبيرة ممكن يتحول وقتها العسل لأنه يكون مادة سامة. أنا بالأردن ما بنخاف من هذا الحكي، لأنه إحنا حتى الآن يعني ما شفنا أنه في أي واحدة من هاي النباتات موجودة وممكن النحل يجمع منها العسل. هلأ في عنا سؤال هون، كيف يمكن حفظ شمع النحل من أجل الاستهلاك وكم مدة الصلاحية له؟ إذا بتحكي عن الشمع لحاله فالشمع ممكن يحفظ إلى فترات طويلة على فكرة، مش إذا أنا دوبته وصار على شكل الرو ماتيريال وحفظت من عدة الشمع فهو ممكن يعيش إلى فترات طويلة جدا. إذا كان قصدك العسل بالقطاعات الشمعية فهو كمان ممكن إنه يضل موجود فترات طويلة لو أنا حطيته بدرجة حرارة الغرفة معرضته للضوء،
فممكن انه يضل فترة 3 سنوات اللي احنا حكينا عليها. طيب حنين، عسل الكهوف شو بكون بالاغلب لونه مهندسة حنين؟ عسل الكهوف بيعتمد النحلة لما راحت جمعت الرحيق، من وين جمعت الرحيق؟ إذا محدد اللون اللي هو المصدر الرحيقي للعسل، وعشان هيك فإذا كان جاي من نبات رحيق تبعه رح يعمل عسل غامق اللون، رح يكون عسل لون العسل الغامق، وإذا كان جاي من نباتات زي الحمضيات مثلا واللون عسلها فاتح نسبيا فرح يكون لون العسل فاتح. هلا في مهندس حنين كمان تقول في بداية مشروع المنحل التكلفة ممكنة، بس مع طول المشروع بتزيد التكاليف. عادة احنا قلنا من مشاريع النحل هي من المشاريع اللي المردود بتاعها كتير سريع، يعني انا خلال سنة رح اكون بلشت ابيع، يمكن اقل من سنة حتى ان اكون خلصت ابيع، وغالبا ممكن اكون كمان طلعت رأس مالي خلال هاي السنة، واذا ما زبطت الامور فخلال السنة اللي بعدها. هلا بعد هيك عبر السنوات تصير المصاريف هي مصاريف مثلا ترحيل، إذا أنا بدي أجيب عامل مثلا ممكن يكون مصاريف العامل، إذا أنا أخذت العسل من الخلايا كامل فأنا بدي أضطر أجيب المواد الغذائية للنحل، وإذا كان بدي أزيد الخلايا فأنا بحتاج طبعا للخلايا الجديدة وهي ثمنها، وبالتالي أنا ما بكون عم بخسر، بالعكس فأنا لما أقسم عم بكون عم يزيد عدد الخلايا عندي، وبالتالي أنا حتى بقدر أبيع نحل، فما بتزيد التكلفة مع مرور المشروع. صحيح بالبداية التكلفة مش كتير، وانت كمان وانت ماشي بالمشروع شوي شوي تكون قاعدة عم تزيدي وبتكبري مشروعك، فما بتكون التكاليف عالية وما بيزيد التكاليف كتير، لكن دائما دائما بدنا نحسب. يعني مش انا مثلا اروح اعمل مشروع وهذا المشروع فيه 100 خلية وانا مش دارس الموقع اللي انا بحط فيه النحل، مثلا الموقع اللي عندي بيكفي ل 20 خلية وانا رحت جبت 100 خلية، يعني انا ضيعت 80 خلية على ايش فاضي وضيعت الانتاج على حالي. فدائما دائما احنا لازم ندرس الموقع وطبيعه المشروع اللي انا بدي اعمله، هي هو قال راح يكون في ترحيل للنحل ولا لا، لانه اذا كان الموقع ما بكفي العدد كبير من النحل وهذا الموقع ثابت معناته لازم ما اجيب الا العدد الكافي من الخلايا. وباي ذا واي نفرض اني انا في عندي موقع، هذا الموقع يكفي واقعيا بس ل 20 خليه نحل، لو جيت وحطيت فيهم 100 خليه نحل انتاجي راح يكون اقل. ليش؟ لأنه النحل مش بس بيجمع عسل إلي، هو بيجمع عسل عشان هو يتغذى، فكل ما زاد عدد الخلايا في محل المرعى فيه ثابت معناته إنتاجية هاي الخلايا رح تقل، حتى ممكن إنه ما يكون في عندي إنتاجية بالمرة. علشان هيك أنا بدرس الموقع بشوف هذا الموقع كم خلية بتحمل وبحط له بس عدد الخلايا اللي هو بيتحملها واللي بيقدر النحل يجمع أكبر كمية من الرحيق فيها، وإلا بكون فعلا أنا عم بضيع الفلوس على إيش فاضي. في أي أسئلة تانية؟ طيب يا جماعة خلينا بس بسرعة نستعرض شو أنا بقصد أو شو عالميا نقصد بجودة العسل. هذا التعبير هو تعبير بيستخدم للدلالة على مواصفات العسل واللي بتخلي هذا العسل متميز عن غيره فيها، وبتعطي صفة الأفضلية والتفوق على المنتجات المثيلة. مرة ثانية هاي المواصفات ممكن تختلف من منطقة إلى منطقة داخل نفس البلد، وكتير مرات تختلف من منطقة لمنطقة في أو من بلد إلى بلد متجاورين، زي ما حكينا إحنا على فكرة تبلور العسل. يعني إحنا بنقول تبلور العسل لعنا إشي مش كويس وهو عسل مغشوش، بينما لما نروح على السعودية أو على الخليج العربي بالنسبة لهم صفة التبلور صفة كتير مميزة وبتدل إنه العسل أكثر جودة. علشان نقدر نعمل كنترول لجودة العسل في عنا منظمة الغذاء والدواء العالمية قامت بوضع مواصفات. هاي المواصفات هي بتحدد إذا ما كان العسل جيد أو غير جيد، إذا كان العسل طبيعي أو غير طبيعي. بالإضافة إلى المواصفات الدولية اللي بتشتغل عليها كل العالم، كل دولة من دول العالم قامت بوضع مواصفات للعسل الطبيعي اللي بينتج في هاي البلد، حتى وضعوا مواصفات للعسل اللي بدهم يستوردوه، ودور هاي المواصفات إنها توصل للمستهلك عسل بشكل جيد.
مرة تانية، كل مجتمع من المجتمعات له صفات أو في عنده معايير، في عنده مقاييس تختلف عن مجتمع الآخر للجودة. من أهم المواصفات التي يجب أن تتوفر بالعسل لكي يكون العسل جيدا، لازم هذا العسل يكون طبيعي ونقي 100%. عسل طبيعي جاي كله إما من رحيق الأزهار أو من الندوة العسلية أو كلاهما إذا كان هذا الحكي موجود، مش من شيء تاني. إذا يجب أن يجمع النحل من رحيق الأزهار أو من الندوة العسلية، يجب أن يصنع النحل داخل حوصلة العسل ويخزنه داخل الأقراص الشمعية ويختمه بشكل جيد حتى نحكي عن هذا العسل أنه هذا العسل مواصفاته جيدة. طبعا كمان اللي بيساعد على موضوع حدد الجودة أكثر كمان المصدر الرحيقي للنبات. في عنا أنواع أو مصادر للرحيق أكثر جودة من ناحية طبية، من ناحية علاجية، من ناحية غذائية من المصادر الأخرى، فهذا بيلعب دور كتير مهم كمان في تحديد جودة العسل. هلأ لما أنا أفحص العسل حتى أقول عنه جيد أو مش جيد، فمواصفات التالية لازم تكون متحققة في العسل، هاي أقل شيء أنا بتوقعه لازم يكون موجود بالعسل عشان يكون العسل جيد. لازم محتوى الماء إلى العسل ما يزيد عن 17%، إذا كان عسل درجة أولى ما بيزيد عن 21% إذا كان عسل درجة ثانية. هيدروكسي مثل فرفورال لو الـ HMF لازم ما يزيد عن 80 جزء بالمليون، وعندنا بالأردن ما يزيد عن 40 جزء بالمليون. حتى يكون العسل جيد لازم مجموع الجلوكوز والفركتوز ما يقل عن 65%. حتى ما حكي إنه العسل مغشوش لازم السكروز ما يزيد في هذا العسل عن 5%. وفي عسل الأزهار لازم أملاح المعدنية كميتها ما تزيد عن 1%. وبركز كمان على درجة الحموضة إنها ما تزيد عن 40 ملغرام مكافئ لكل كيلوغرام. طبعا هذا الحكي كله ما بيحدده إن أنا أدوق العسل، ولكن بحدده المختبر. كمان حتى يكون العسل جيد لازم يكون خالي من المفيدات والمضادات الحيوية وأي مادة كيميائية أخرى، خالي من الشوائب وبقايا الشمع وأجزاء النحلة، خالي من المسببات المرضية، غير مغشوش، وزي ما حكينا لازم النحال لما يبيعه يكون كاتب على الليبل المعلومات التالية: اسم المنتج واسم المنتج، تاريخ الإنتاج، المنطقة التي أنتج فيها العسل، المصدر النباتي للعسل كتير مهم عشان المستهلك يكون عارف شو اللي عم ياخده بالضبط، قديش وزن العبوة، وقديش فترة الصلاحية اللي احنا قلنا هي عادة 3 سنوات. هاي هي المعلومات اللي لازم توفرها على الليبل. اعتقد ممكن احنا نوقف هون ونكمل المحاضرة القادمة، ويمكن احنا ما رح نكمل على العسل على المحاضرة الثانية، بدنا نحكي شوي نفات وامراض النحل، وإذا ضل معنا وقت نرجع مرة تانية إلى موضوع العسل، إلا إذا في عندكم أي سؤال حول العسل. طيب في عنا هون المهندسة أسماء تسألت: إذا كان في عنا مرض وإصابة واستخدمنا مبيد بتأثر، أكيد بيأثر على العسل. دائما إحنا لما يصير في عنا مرض ونعالج الخلايا اللي إحنا بنعالجها نستثنيها من سلسلة الإنتاج، نحطها على جنب وما بنبيع العسل تاعها ولا أي منتج تاني، مش بس العسل ولا أي منتج تاني من هاي الخلية. مهندس محمد عندك سؤال؟ مهندس محمد ممكن تفتح المايك؟ معلش مهندس رزان قلبك تفتحي المايك للمهندس محمد. طب لبين ما المهندس رزان تفتح لك المايك، مهندس محمد خلينا نجاوب سؤال مهندس لارا: هل العسل بضر الأطفال أقل من؟ يعني احنا قلنا طبيا أطباء لا ينصحوا انه نحن نعطي العسل للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. أوكي؟
اوكي مهندس محمد، هلا انا معك، بدك تفضل. دكتوره سمعتني؟ تفضل سمعتك. نقطتين، اول شيء النحل طبعا هو بالمرعى، وممكن يكون في حيوانات مثل الاغنام والماعز، بعض المرات في الامراض اللي بتنتقل للبني ادم مثل الحمى المالطيه. النحل او تختلطت بالميه، النحل لما مثلا يشرب الميه هاي او يمتص الرحيق وفيها المسببات هاي، هل بتظلها مسببات بالعسل ويكون هو مصدر لنقل هاي الامراض؟ يعني شوف مهندس محمد، هو ما تسجل حتى الآن إنه العسل ممكن إنه ينقل هاي الأمراض، ولكن كل شيء ممكن. إحنا هلا في وقت كل شيء فيه ممكن، فعشان هيك أنا أول شيء حكيت لكم إياه على الموقع، لازم قبل ما تجيب النحل عليه تكون حطيت له مصدر نظيف للمي. لأن أنا ما بفضل إنه النحل تاعي يروح يشرب من المشارب تشرب منها الحيوانات التانية، مش عشان نفس الأمراض، وكمان علشان صحة النحل نفسه. أوكي. السؤال الثاني، انت دكتوره صار لك زمان بالاردن صح؟ هل كميه العسل المنتجه بالاردن تكفي للاردن؟ وليش في فرق الاسعار بين العسل الاردني والعسل المستورد؟ طيب السؤال الاول، انا صار لي زمان بالاردن، انا صار لي زمان من اول ما طلعت على الدنيا وانا بالاردن، انا مولودي هون من زمان. اوكي. السؤال الثاني، ليش في عندنا فرق في سعر ما بين العسل المستورد والعسل المنتج عندنا؟ غالبا الاشخاص اللي بيستوردوا العسل باي ذا واي ما بيدفعوا كثير ثمن العسل، كلفوا العسل بحدود دولار، مرات اقل من دولار، مرات 2 دولار، وبكلفوا كمان بس عمليه النقل للاردن وعمليه التسويق، عشان هيك هو ما عنده تكلفه عاليه، بيستطيع انه يبيع العسل بكميات وبأسعار قليلة. طيب بالنسبة لكميات العسل المنتجة بالأردن، هل تكفي السوق المحلي؟ يعني هي أكيد ما بتكفي، يعني إحنا رح نحتاج إنه إحنا نستورد. حتى في ألمانيا اللي بتنتج كميات كتير كبيرة بالعسل، هي بتستورد كتير كمان عسل، لأنه عندنا إحنا استهلاك كمان عالي للعسل. إحنا بننتج وبنصدر وبنستورد في نفس الوقت، لكن دائماً يعني عندنا مشكلة بالتسويق. السبب المشكلة بالتسويق الموجود عندنا بالأردن إنه ما في ثقة بين المستهلك والمنتج، دائما دائما بضل المستهلك خايف إنه العسل يكون مغشوش، وبالنسبة له هو عم يدفع كمان سعر العسل مبلغ جيد، يعني مش رخيص كمان العسل، فعشان هيك هو بيحسبها كويس قبل ما يضطر إنه يشتري عسل مستورد أو عسل بلدي. لكن إحنا إنتاجنا لا يكفي احتياجاتنا، نحتاج إنه إحنا نستورد، ولأنه إحنا كمان في نفس الوقت بنصدر كمان من إنتاجنا، فعشان هيك هذا اللي يمنع انه احنا نستورد، بس بحيث انه كمان ما نغرق السوق بكمية العسل اللي بتدخل لنا. شكرا دكتورة، شكرا. طب عندنا هون مهندسة نورة بتسأل، الفحوصات التقليدية للعسل ما مدى دقتها؟ يعني اذا انا بدي اعطيها رقم من 100 فدقتها بجوز 2 أو 3%. اوكي. ليش؟ لانه الفحوصات ممكن تعطيكي دليل اذا انه نسبه المي عاليه في العسل، لكن ما بتقول لك مثلا انه اذا هذا العسل طبيعي او مش طبيعي. ودائما دقه هاي الفحوصات تعتمد على مدى خبره الشخص اللي بيعملها. يمكن ادق طريقه تقليديه للحكم على العسل اللي هو انه يتم تذوقها من قبل خبير ويحكم على هذا العسل. غير هيك كل الطرق اللي احنا بنسمع فيها واللي جربناها كلها خبريا على فكره، كلها ما بتعطينا دليل انه العسل مغشوش او لا. طيب دكتورة، هل العسل الإسباني اللي بالملاسر ورخيص هل هو طبيعي ولا لا؟ ما أنا مش عارفة مهندسة من نجلة على إيش، على أي نوع العسل اللي بتحكي يعني. وأنا أكيد يعني حتى لو حكيت لي اسمه ما راح أقول لك إنه مغشوش أو مش مغشوش، لأنه أنا دائما بحكم على العينة اللي بفحصها. فإذا العينة اللي جتني طلعت مغشوشة بقول لك مغشوشة، إذا العينة اللي جتني مش مغشوشة راح أقول لك مش مغشوشة، لكن ما بقدر أحكم على كل العسل الموجود على الشلبس. إذا ما في أي سؤال، معلش مهندس رزان ناخذ استراحة، نعطيهم استراحة شوي. مهندس رزان معنا؟ سامعني؟ طيب إذا أنا راح أعطيكم استراحة يا جماعة، إحنا هلا عندنا الساعة 12:07، راح ناخذ استراحة بحدود 10 دقائق وبنرجع الساعة 12:30. أوكي؟ نلتقي مرة ثانية الساعة 12:30. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. إن شاء الله، يلا يعطيك العافية.
يعني من واحد من الأمور كتير هامة في إدارة خلايا النحل اللي هو إدارة آفات وأمراض النحل، وحتى أنا أعرف أدير آفات وأمراض النحل لازم يكون عندي فكرة ولو بسيطة عن أمراض النحل المختلفة، مسببات هذه الأمراض، وهل أستطيع أنا فعلا أني أعالج هاي الأمراض أو ما بقدر. فخلينا ناخد أنا وياكم فكرة عن أهم آفات وأمراض نحل العسل والطرق السليمة لإدارتها. إحنا عادة بنقسم أمراض النحل إلى قسمين رئيسيين، أمراض تصيب صغار النحل اللي هم الحضنة، وأمراض تصيب الحشرة الكاملة. أحيانا في عنا أمراض تكون مشتركة بين الحضنة والحشرة الكاملة، ولكن عدد هذه الأمراض مش كتير حتى الآن، بالعكس هو عدد ممكن نعده على الأصابع. فعشان هيك راح نحكي عن أهم الأمراض التي تصيب الحضنة، وراح نحكي بعدين عن أهم الأمراض التي تصيب الحشرة الكاملة. إحنا اتفقنا للناس اللي كانوا معنا من بداية الدورة، أم الحضنة هم صغار النحل، يعني هم كل المراحل في الخلية اللي بتتراوح ما بين البيضة وحتى نصل إلى الحشرة الكاملة، يعني تتضمن البيضة واليرقة بمراحلها المختلفة والعذراء، كل هدول نعتبرهم حضنة. وإحنا قسمنا الحضنة إلى حضنة مفتوحة وحضنة مغلقة، وحكينا أن الحضنة المفتوحة هي كل المراحل من صغار نحل العسل اللي ما بتكون فيها العنس النسيج مغلقة بطبقة رقيقة من الشمع وحبوب اللقاح، واللي هي بتتضمن الحضنة المفتوحة هي البيضة ومراحل اليرقة باستثناء المرحلة الأخيرة. هلأ في آخر مرحلة يرقية يقوم النحل بإغلاق العين السداسية، فالمرحلة الأخيرة من المراحل اليرقية بالإضافة لمرحلة العذراء، هدول إحنا نعتبرهم الحضنة المغلقة. كيف أنا بدي أعرف إنه الحضنة اللي عندي فيها مشكلة وإنه هي مش طبيعية؟ غالباً احنا دائما بنطلع على الحضنة، وشفناها في السلايدات اللي عرضناها من بداية الدورة، لونها كريمي فاتح لؤلؤي. لما يصير في عندي إصابة مرضية، هذا الحكي ما راح أشوفه على الحضنة، ما راح أشوفه على اليرقات، راح ألاحظ إنه في عندي تغير في لون اليرقات، تغير قد يتحول لونها للون الأصفر أو اللون البني أو اللون الأسود، تبعا لا المسبب المرضي أو سبب حدوث الحالة المرضية. إذا أنا بدي أشوف إذا الحضنة المغلقة عندي وضعها كويس أو في عندي وضع مش طبيعي في هاي الحضنة، فغالبا أنا بدي أطلع على غطاء العين الثلاثي. في الوضع الطبيعي غطاء العين السداسية بيكون محدب إلى الأعلى، شفناه من بداية الدورة دائما محدب إلى الأعلى. في حالة حدوث مرض أو إصابة في الحضنة، لاحظ على أنه في عنا تقعر في غطاء العين السداسية، الغطاء متقعر إلى الأسفل. بحس كمان أنه غطاء العين السداسية صار لونه أغمق من اللون المعتاد، وكأنه كمان مبتل، كأنه ووتر سوكت. ممكن كمان أشوف أنه في عندي ثقوب موجودة في العين السداسية اللي أنا شفت أنه في الغطاء تبعها في عندنا تقعر، إذا في عندي ثقوب في غطاء العين السداسية اللي ممكن أنه يكون فيها إصابة. لما أنا أكشف على الخلية وأفحص الحضنة وأشوف هاي الأعراض اللي أنا حكيت عنها بشوي، أنه غطاء العين السداسية للحضنة المغلقة أغمق من المعتاد، تبدو كأنها مبتلة بالماء، مقعرة للأسفل، مثقبة، معناته أنا عندي شيء غلط، عندي حالة مرضية موجودة داخل الخلية.
وهاي الأعراض اللي أنا حكيتها هلا بشوي هم نطلق عليها اسم الأعراض العامة لأمراض الحضانة. يعني أي مرض تعرض له الحضانة غالبا أنا رح أشوف هاي الأعراض بالضبط زي ارتفاع درجة الحرارة عند الإنسان. أي مرض بصيبنا بترتفع درجة حرارتنا، أوكي؟ فهذا عرض عام. في أمراض الحضانة لما أنا أشوف إنه في عندي تقاعر في العين السداسية، في غطاء العين السداسية لونه أغمق من المعتاد كأنه مبتل، في ثقوب، معناته أنا في عندي حالة مرضية في الحضانة الموجودة، معناته لازم أنا أبلش أدور وأفحص وأشخص شو الحالة الموجودة عندي. زي مرة تانية لاحظوا كيف عندنا غطاء العين السداسية، في ثقب، في ثقب، هذا شيء مش طبيعي في النحل. لازم في الوضع الطبيعي هذا يكون مسكر كله بشكل كامل ولونه بيج فاتح. لاحظوا هون شو الفرق باللون ما بين اليرقة الطبيعية واليرقة المريضة. اليرقة الطبيعية مرة تانية لونها لؤلؤي لماعة، شايفينها كيف تلمع داخل العين السداسية، بينما اليرقة المصابة تغير لونها تحول للون البني الفاتح. بعد هيك احنا راح نلاحظ انه راح يصير في تلون للون البني الغامق، وبعدين بتجف هاي اليرقة داخل الخلية اذا النحل ما اخرجها والقاها خارج الخلية. لما يكون في عندي بالحضن المفتوحة تغير في اللون، معناته في عندي وضع مرضي. لما يكون في عندي في الحضن المغلقة، شايفين هون هاي حضن مغلقة سليمة ما في عندي تقاعر، الغطاء محدب، اوكي؟ لما يكون هذا الغطاء متقاعر بين كأنه مبلول لونه أغمق من المعتاد، ممكن يكون فيه ثقوب أو ممكن لا، معناته أنا في عندي حالة مرضية بالحضنة داخل الخلية. وهذا حكي أنا بشاركه كل مرة بفتح فيها الخلية. أصلا إحنا قلنا من أهداف الكشف على الخلية كل ما أكشف عليها إني أتأكد من سلامة النحل من الأمراض المختلفة. واحد من الأمراض اللي أو واحدة من الأمراض اللي حنركز عليها كتير أمراض الحضانة، لأنه هدول الصغار، هدول مستقبل الخلية. إذا أصابهم مرض معناته وأنا ما عالجته، معناته هذا رح يؤدي على إنه هاي الخلية إما تنتهي أو تضعف كتير. لاحظوا هون كيف الحضن المريضة تغير لونها وجفت، وهي لا موجود في قعر أو موجود في قعر العين السداسية. إذا أي تغير عن اللون الطبيعي للحضانة المفتوحة معناته هذا ايش بخليني انا على طول افكر بانه ممكن يكون في عندي مرض اصاب الحضانة داخل الخلية. اذا مرة تانية هون تقاعر الغطاء الشمعي، ثقوب في الغطاء الشمعي، معناته انا عندي حالة مرضية داخل الخلية. وكل هاي اللي انا حكيتها هي عبارة عن الاعراض العامة لامراض الحضانة. يعني ممكن اي مرض بصيب الحضانة ان اشوف هاي الاعراض موجودة فيها داخل الخلية. خلينا نحكي عن أهم الأمراض اللي بتصيب الحضانة واللي ممكن إنها تكون موجودة عندنا كمان في الأردن. من أهم وأخطر الأمراض البكتيرية اللي بتصيب الحضانة في الأردن هو تعفن الحضانة الأمريكية، وطبعا هذا مرض عالمي مش بس عندنا، في كل أجزاء العالم بيعتبروا هذا المرض السيء. إذا أنا أحكي لكم حسب الألمان دائما بيسموا هذا المرض في النحل هذا المرض السيء، اللي لو انبلى في النحل صعب جدا إني أنا أعمل إجراء أو أخلص منه. فإحنا بنحاول قدر الإمكان إنه ما يصير عندنا المرض. عشان هذا الحكي كيف أنا بقدر أوصل له؟ أنا بقدر أوصل له من خلال العمليات الإدارية. أنا لما قلت لكم نختار موقع المنحل بعيد عن أي منحل ثاني، بحيث إنه ما يصير في احتكاك بالمرعى بين النحل تبعي وما بين النحل الخلايا الثانية، بحيث انه ما يكون في خلايا قريبة علي يجي نحل يسرق من النحل الموجود عندي، وبالتالي لو كان مريض ينقل لي امراض. ولما اشتري خلايا انا بشتري هاي الخلايا بحيث على انها ما تكون مصابة بالامراض، ماشي؟ فبهيك انا بضمن ان اشتريت خلايا سليمة ظلت خلايا بعيدة عن كل المناحل الثانية، فما رح يجيها مرض من برا. وإجراءات الإدارية الثانية اللي إحنا أخذناها عبر الدورة بتضمن لي كمان إنه ما يصير في عندي إصابة بالنحل. يعني لما أنا أعقم المي قبل ما أحضر التغذية، لما أتأكد إنه كل المواد اللي أنا بستخدمها بتغذية نظيفة وما ما فيها أي مسبب مرضي، فكل هذا بساعد على إنه أنا ما يصير في عندي هاي الأمراض. إذا مرة ثانية إذا كانت الإدارة سليمة غالبا إحنا نادرا ما نواجه الأمراض، لكن إذا صار في عندنا أي خلل في العملية الإدارية معناته احنا بنكون اضعفنا النحل وسهلنا انه يصير في عندي امراض في النحل.
إذن واحد من أهم أمراض اللي بتصيب الحضنة مرض تعفن الحضنة الأمريكي American Foul Brood، وهو بكتيريا ديزيز أو مرض بكتيري، والمسبب له بكتيريا اسمها بنباسيلس لارفا. كيف أنا بدي أعرف إنه في عندي إصابة أو كيف تحدث الإصابة؟ في البداية عادة السبورات البكتيريا أو وحدات البكتيريا تدخل إلى جسم النحلة عن طريق الغذاء الملوث. يعني لو إحنا غذينا الخلية بسكر أو بحبوب لقاح فيها سبورات البكتيريا أو جسيمات البكتيريا، معناته هذا الحكي هو اللي رح يكون الطريقة اللي وصلت فيها البكتيريا إلى الخلية. إذا دائما contaminated food أو الغذاء الملوث بالبكتيريا هو المصدر لدخول المرض في الخلية. عادة العاملات هي اللي بتطعم الحضنة، فالعاملات لما تعمل الحضنة الغذاء الملوث بسبورات البكتيريا على طول مجرد ما تدخل البكتيريا على جسم الحضنة، خصوصا احنا هون بنحكي قاعدين عن اليرقة، راح تبلش بالانقسام والتكاثر، راح يزيد عددها، وراح تؤدي في هاي الحالة في النهاية إلى تغير لون اليرقة وموتها، ولكن بعد إغلاق العين الثلاثية. إذا ضلها اليرقة عايشة لكن بعد إغلاق العين الثلاثية بصير في عندي موت للنحلة الموجودة في العين الثلاثية لليرقة، وطبعا هذا رح يؤدي إلى ضعف الخلية، لأنه عادة لما تصير الإصابة فهي بتعم في معظم أجزاء الخلية. كيف بدي أعرف إنه أنا في عندي إصابة بتعفن الحضنة الأمريكي؟ الأعراض العامة للإصابة بهذا المرض، إذا مرة ثانية الأعراض العامة لمرض تعفن الحضنة الأمريكي، الملاحظة الأولى إنه ممكن أحس إنه رائحة الخلية مختلفة عن الرائحة اللي أنا متعودة أشمها دائما من الخلية. أنا دائما بس أفتح الخلية بس بشم ريحة الشمع والعسل، لكن لما يكون في عندي إصابة بهذا المرض بحس إنه ريحة الخلية تميل إلى ريحة السمكية زي ريحة السمك. لما أنا أشم هاي الريحة بالخلايا تاعتي فأنا على طول بفكر بأنه المرض الموجود عندي هو مرض تعفن الحضن الأمريكي، وبعرف على أنه في عندي وضع مش طبيعي داخل الخلية. الإشي اللي رح يخليني أتأكد فيه الحقل إنه احتمال كبير أنه أنا في عندي إصابة بهذا المرض، لو أنا عملت فحص عودة الثقاب، بجيب خشبة صغيرة زي ما انتم شايفين بالصورة قدامكم، بدخلها في العين السداسية للحضنة اللي أنا بلاحظ إنه الغطاء تبعها مقعر وإنه فيها تغير في اللون، بخلط أجزاء النحل الموجودة جوا بالداخل وبسحب الثقب، فإذا تكون خيط محاطي بطول 1.5 ل 2.5 سنتيمتر ما بين عود الثقاب و العين السداسية، معناته احتمال كبير كتير إنه المرض الموجود عندي هون هو تعفن الحضنة الأمريكي. حتى أنا أتأكد من هاي المعلومة على طول باخد جزء من النحل بوديه على المختبر حتى يتم فحصه. في المختبر نتأكد إحنا إذا كان اللي موجود عندي هون مرض تعفن الحضنة الأمريكية أو إذا في شيء تاني وكانت الأعراض مشابهة له. إذا اللي بأكد للإصابة بهذا المرض هو 100% الفحص المخبري اللي أنا بشوفه بالحقل، أو الأشياء اللي بستخدمها بالتشخيص بالحقل هم رائحة الخلية بالإضافة للأعراض العامة لأمراض الحضن اللي أنا بشوفها، وفحص عود الثقب. إذا مرة تانية فحص عود الثقب اللي ما كان مركز معنا، إني أنا بجيب عود رفيع زي ما أنت شايفينه بالصورة، بدخله بالعين السداسية اللي تبين عندي فيها الأعراض العامة لأمراض الحضنة، بخلط المحتوى تبع العين وبسحب. إذا تكون عندي خيط مخاطي زي ما أنت شايفينه هون ما بين العين السداسية وعود الثقاب، معناته احتمال كبير إنه هذا المرض الموجود عندي هو تعفن الحضنة الأمريكي. حتى أنا أكون متأكد 100% لأنه هذا المرض كمان مش مرض سهل، على طول باخذ عينة للمختبر وتم فحصه بالمختبر وتأكيد إذا كان
المرض هو فعلا ضعف الحضن الأمريكي أو هو شيء آخر. طيب أنا شخصت المرض وطلع فعلا ضعف الحضن الأمريكي، شو لازم أعمل؟ أول شيء لازم أعمله إني أنا أعزل هاي الخلية المريضة عن كل المنحل، وأبعدها حتى عن المناحل اللي ممكن تكون قريبة مني. يعني أنا أريد اخترت موقع منحلي بعيد عن المناحل، بس كمان لما بدي أعزل هاي الخلية لازم أعزلها في موقع بعيد عن أي نحل تاني، أقل شيء بعيد عنهم بحدود 5 كيلومتر، وأبلش أعمل الإجراءات بتاعتي. هلا إذا كانت المرحلة من المرض متقدمة وأنا ما بقدر أعمل فيها إشي، فمعناته الحل الصح إنه يتم حرق هاي الخلية، وهذا هو ليش اللي بيعملوه عالميا. السبب ليش يا جماعة؟ لأنه هاي البكتيريا بتعمل هذا المرض، تحط أو بتعمل كبسولة حوالين حالها. هاي الكبسولة قادرة على حماية البكتيريا من درجات الحرارة العالية، حتى من المعقمات اللي احنا نستخدمها في تعقيم الأدوات، حتى من المضادات الحيوية، لأنه هي وقت سوية كامنة ما رح تأثر فيها. فعلشان هيك مش بسهولة أنه احنا نقدر نتخلص من هاي البارتكلز بتاعت البكتيريا، وهي مشكلتها كمان ممكن انها تضلها لفترات طويلة، 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، فترات كتير طويلة من الزمن، وبعد هيك في أي فرصة ممكن انها تعمل إصابة. فعشان هيك إذا كانت الإصابة عندي متقدمة وأوريدي الخلية كلها صارت مصابة، فالحل الصح إنه الخلية بكل أجزائها تنعمل حفرة بالأرض وتحرق، ومن ثم يتم إغلاق الحفرة. هلا علشان في بعض الناس بقول لك انه احنا في ديننا الحرق محرم، ولانه في طوسه على النحل كثير في الديانات المختلفه ومنها الديانه الاسلاميه، فاذا حدا فيكم ما بيميل لانه يحرق، ممكن انه يكتفي بدفن الخليه على عمق كبير في الارض حتى نضمن على الاقل انه ما يصير في عندنا اصابه. هذا ما رح يلغي انه البكتيريا موجوده، هذا ما رح يلغي انه ممكن بعد كم سنه إذا كشفت هاي الخلية أنها تكون سبب في أنه تصير إصابة في مناحل أخرى، لكن في الفترة الحالية طول ما هي مدفون تحت الأرض على الأقل إحنا بنكون ضمننا أنه ما في عندنا ضرر منها في أنها تعمل أو تكون مصدر للعدوى. هلا إذا كانت الإصابة في بدايتها وما عندي كثير حضنة مصابة، فوقتها ممكن أبلش باستخدام المضادات الحيوية في علاج هاي الحالة. والمضادات الحيوية اللي تستخدم كثيرة، لكن إذا أنا استخدمت المضادات الحيوية في العلاج معناته هاي الخلية يجب أن لا تستخدم في الإنتاج لمدة سنة بعد إضافة المضاد الحيوي لآخر مرة، حتى أنا أضمن إنه العسل اللي راح ينتج إذا أنتجت عسل ما راح يكون ملوث بالمضادات الحيوية. زين، مرة تانية فحص عود الثقاب، والحل واللي بنعمل في كل دول العالم انه بتم حرق الخلايا المصابة. هذا واحد من الامراض اللي لازم حسب القوانين الاردنية، حسب القوانين العالمية، لازم يتم ابلاغ وزارة الزراعة في حدوث اصابة فيه بمنحلك فورا. يعني لما يصير عندك اصابة على طول لازم تبلغ والا تعاقب قانونيا. طبعا لانه احنا كثير مرات ما بنعرف نشخص او انه ما بيصير تشخيص المخبري، فغالبا هذا الحكي ما بيصير. المرض الثاني اللي بيصيب نحل العسل والحضنة بالذات اللي هو تعفن الحضنة الاوروبي، بيصير عندنا بالاردن، بيصير عندنا بالاردن، موجود عندنا بالاردن، موجود. بسبب هذا المرض كمان بكتيريا، وهي البكتيريا معروف باسم ميليسوكوكاس بلوتنس، برضو البكتيريا هاي تنتقل الى اليرقات عبر الغذاء الملوث. عشان هيك انا ركزت كتير في تحضير مادة التغذية انه لازم المي تتعقم كويس، لازم مصدر اللي احنا بنغذي فيه النحل يكون نظيف وغير ملوث. فبمجرد ما اليرقة تاكله على طول البكتيريا رح تبلش تتكاثر في الجهاز الهضمي لليرقة، ورح تموت اليرقة خلال يوم أو يومين من الإصابة.
لون اليرقة بيتحول في البداية للون البني الفاتح، وبعدين بتحول للون البني الغامق إذا النحل ما تخلص من هاي اليرقات وأخرجها خارج الخلية. هاي اليرقات رح تجف داخل العيون السداسية. أحيانا ممكن يتأخر موت هاي اليرقات إلى ما بعد إغلاق العين السداسية، وقتها بصير في خربشة ما بين مرض تعفن الحضن الأمريكي ومرض تعفن الحضن الأوروبي. هذا المرض معدي كل حد معدي جدا، هو تعفن الحضن الأمريكي، لكن احنا ما بنعتبره خطير بدرجة تعفن الحضن الأمريكي. ليش؟ لأنه هالبكتيريا حساسة أكثر للمضادات الحيوية، بتتأثر بالمعاملة بالحرارة، بتتأثر بالمواد التعقيم اللي احنا بنستخدمها، فممكن انه نسيطر عليها اسهل كتير من البكتيريا اللي بتعمل لنا تعفن الحضن الامريكي. زي ما قلت انه لو بدي اعمل مقارنة كيف بتكون اليرقة في بداية الموت، احنا بنلاحظ على انه لما نسحب اليرقة اللي بتكون مصابة بتعفن الحضن الاوروبي راح يكون المكون لونه فاتح وحليبي، بالمقارنة في تعفن الحضن الأمريكي لاحظوا كيف أنه اللون المخاطل طلع لون براون نتيجة لتعفن اليرقات المصابة. مرة ثانية لما يصير في عندي إصابة في تعفن الحضن الأوروبي، يتم عزل الخلية عن المنحل، تبعد عن المنحل 5 كيلومتر على الأقل. إذا كانت الإصابة متقدمة كتير، أنا ما انتبهت والمرض صار له فترة وقضى على كتير من الحضنة، معناته ممكن أن أنا أتخلص من الخلية كلها وأحرقها حتى ما تكون مصدر للعدوى. لكن إذا أنا في عندي أكثر من خلية في المنحل مصابة بالمرض، فمعناته هاي كلها لازم أبعدها عن المنحل وأبلش برنامج علاجي لها اللي هو بيتضمن استخدام المضادات الحيوية. مرة ثانية لما أعطي هاي الخلايا مضادات حيوية، هاي لازم لا تستخدم في الإنتاج إلا بعد سنة من التوقف عن استخدام المضادات الحيوية، وبعد ما أكون غيرت كل المراويس أنا استخدمتها بالخلية خلال فترة استخدام المضادات الحيوية. المرض الثالث اللي موجود عندنا بالأردن واللي بنعاني منه كتير مرات كمان، اللي هو مرض فيروسي اللي احنا بنسميه تكيس الحضنة أو ساك برود ديزيز. ليه سمينا المرض تكيس الحضنة؟ لأنه الفيروس بعد ما يدخل إلى جسم اليرقة، وبيدخل لها طبعا مرة ثانية عن طريق الغذاء الملوث بأجزاء الفيروس، ببلش يزيد في العدد في جسم اليرقة وبيؤدي إلى موت اليرقة. وبنلاحظ على أنه الأجزاء الداخلية بلش تضمحل تحول لسائل، والكوتيكل الخارجية للحشرة تصير شفافة، وإحنا بس نسحبها من أو نسحب الحضنة من العين الثلاثية بنطلع بنحسها كأنها كيس نايلون معبى بالسائل. فعشان هيك إحنا سمينا هذا المرض تكيس الحضنة. هذا المرض مرة ثانية هو مرض فيروسي، عادة في ميل جيني للإصابة بالمرض، يعني في عندنا سلالات معرضة أكثر من الثانية للإصابة، في عنا نحل معرض أكثر من الثاني للإصابة. واحد من الطرق اللي احنا بنستخدمها في علاج الحالي اللي هو تغيير الملكة، حاول ان نغير ملكة لملكة تانية، هاي الملكة قد تكون مقاومة للفيروس. لو صار في عندي هذا المرض مرة تانية بعمل نفس الإجراءات اللي انا حكيت عنها من شوي، فورا الخلايا المصابة بعزلها عن المنحل 5 كيلومتر بعيدا عن المنحل، وببلش أعمل إجراءات الإدارية، بغير الملكة، بغذي الخلية علشان هاي الخلية تقدر تتخلص من الغذاء الملوث اللي كان فيه الفيروس بارتيكلز اللي احنا دخلناها، لحد ما ينضف أو تنضف الخلية من الفيروس وتكون الملكة اوريدي حطت الحضن الجديدة، فبيصير في عندي وضع الخلية أحسن نتيجة للإجراءات اللي أنا عملتها. لما أتأكد أن الخلية صارت وضع جيد ممكن أرجع مرة تانية وأعيدها إلى المنحل. من الأمراض كمان اللي بتصيب النحل والحضنة في النحل بالذات اللي هو تعفن الحضنة الطباشيري،
وهو موجود عندنا في الأردن في بعض السنوات، كان كتير منتشر خلال هذا العام، كان موجود ولكن ما مش بانتشار كبير. والمسبب لهذا المرض هو الفطر، وهذا الفطر هو أسكسفيرا أبس. مرة ثانية، كيف يصل الفطر إلى الخلية؟ كيف تصل سبورات الفطر إلى الخلية؟ غالبا هي راح توصل للحضنة بواسطة الغذاء الملوث. فممكن على أنه يكون في عندنا عاملة تعاملت مع عاملات في خلايا ثانية وكان في عليهم السبورات بتاعت الفطر، وبالتالي هي وهي عم تحضر الغذاء للصغار وبتغذيهم نقلت الفطر إلهم. أو مثلا إنه أنا استخدمت حبوب لقاح، حبوب لقاح كانت ملوثة بسبورات الفطر، أو في عندي حدا حط منحل قريب مني وأنا ما انتبهت وكانت من الخلايا اللي عنده مصابة، وصار سرقة ما بين النحل الخلايا اللي قريبة مني والنحل الموجود في منحلي، وبالتالي انتقل المرض. إذا هي هي الطرق اللي عادة ممكن إنه ينتقل المرض من خلالها. فبمجرد الغذاء الملوث ما تتناوله اليرقة، سبورات الفطر راح تنمو في الجهاز الهضمي لليرقة. الفطر عادة بيكون خيوط بنسميها المايسيليوم، بلش المايسيليوم يعبي جسم النحلة من الداخل، ومن ثم بيطلع من فتحة الشرج من اليرقة وبيلتف حوالي جسم اليرقة من الخارج. وعشان هيك بتبين عند اليرقة كأنها مومياء، حتى احنا بالانجلش بنسميها ماميز. لما نمو المايسيليوم يوقف وتبلش تطلع سبورات الفطر، بتحول لون المومياءات هاي الى اللون السكني الفاتح والغامق، ومن ثم اللون السكني المسود. وهذا الاشي اللي بيميز الاصابة بالمرض. عادة عاملات النحل راح تتخلص من هاي المومياءات، وراح نشوفها كتير مرمية على مدخل الخلية. فأنا لو جيت على مداخل الخلية ولقيت شكل المومياءات هاي مرمية أمام الخلية زي ما انتم شايفينها بالصورة، معناته الوضع الموجود عندي هو تعفن الحضني الطباشيري. ليه سميناه تعفن الحضني الطباشيري؟ لأنه زي ما حكينا لما ينمو المايسيليوم حول اليرقة من الخارج بكون لونه أبيض كتير زي الطباشير، فمن هون اجت تسمية هذا المرض. فورا مجرد ما ألاحظ وجود هاي الأعراض، مرة ثانية بعزل الخلايا المصابة بعيدا عن المنحل بحوالي 5 كيلومتر، ببلش أعمل إجراءاتي العلاجية. أول شيء بعمله إنه أنا بقوي الخلايا الموجودة، لأنه عادة هذا المرض ممكن يصيب الخلايا الضعيفة أكثر من الخلايا القوية، وبتظهر الأعراض فيه بقوة أكثر في الخلايا الضعيفة. إذا احتجت إن أنا أعمل تغيير للملكة، ممكن أغير الملكة لأنه كمان في ميل جيني في النحل لأنه ينصاب أو ما ينصاب بهذا المرض، وممكن كمان أعمل على استبدال الملكة. وبعمل على تغذية الخلايا إلى أن تستعيد عافيتها. فإذا صار وضعها كويس، معناته ما بحتاج إن أنا أستخدم أي أدوية في عملية العلاج. إذا ما تحسن الوضع، معناته وقتها ممكن نحتاج إلى استخدام الأدوية المختلفة اللي تستخدم للفطريات في معالجة هذا الوضع. مرة ثانية، أي وحدة من هاي الخلايا أنا بستخدم فيها أدوية، فورا لازم ما أبيع العسل تبعها إلا بعد سنة من التوقف عن استخدام هاي الأدوية، وبعد ما أكون غيرت كل البراويز اللي أنا استخدمتها خلال الفترة اللي كنت عم استخدم فيها الأدوية. كمان من الأمراض الشائعة في النحل، ولو أنها مش كتير موجودة عندنا بالأردن وإن شاء الله أنها كمان ما تكون موجودة عندنا كتير، اللي هو مرض تحجر الحضني. تحجر الحضني هو مرض كمان فطري، بسميه باللغة الإنجليزية stone brood disease، واللي بسببه فطر اسمه aspergillus فلافس. واقعيا في عندنا اكثر من فطر ممكن يعمله، من اهمها الاسفجيلس فلافس. هلا مشكلتنا في هذا الفطر انه مش بس بصيب الحضنه، هذا واحد من الامراض مشترك ما بين الحضنه، وكمان هو بصيب الحشره الكامله. لكن بالحشره الكامله ما بتكون الاعراض اللي احنا بنشوفها زي الاعراض اللي احنا بنشوفها على الحضنه، واللي هلا رح نحكيها. والمشكله الثانيه انه هذا كمان الفطر بياثر على الانسان وممكن يصيب الانسان،
وإذا أصاب الإنسان بأثر على الجهاز التنفسي، على كل الأغشية الرقيقة الموجودة في الإنسان زي العيون مثلا، وبيعمل تحسس شديد عند الإنسان. فعشان هيك إحنا دائما بنحكي للنحالين لا سمح الله، لو كان هذا المرض موجود عندكم في المنحل، أحسن قرار وأسلم قرار إنه يتم التخلص من الخلايا المصابة بالحرق، حتى نضمن إنه النحال نفسه ما ينصاب، ما يصير عنده مشاكل نتيجة للإصابة بهذا المرض. كيف أنا بدي أعرف إنه في عندي مرض تحجر الحضنة؟ بلاحظ على إنه الحضنة زي ما أنتم شايفين الصورة أمامكم داخل عيون الثلاثية تحول لونها اللون الأبيض الطباشيري. بحاول أنا إني أخرجها من العيون الثلاثية، ما بيزبط، تكون ملتصقة تماما داخل العين الثلاثية، حتى النحل بحاول إنه يطلعها وما بيقدر. وهذا الإشي اللي مميز مرض تحجر الحضنة عن مرض تعفن الحضنة الطباشيري. هناك من السهل جدا إنه تطلع اليرقة، بالعكس لو مسكت البرواز وهزيته راح أسمع اليرقات وهي عم تنهز داخل البرواز، بينما في هاي الحالة رح تكون الحضنة ملتصقة تماما بالعين الثلاثية وما رح تطلع منها. لونها في البداية بكون أبيض، بعدين لما تتكون السبورات بتاعت الفطر رح يتحول لونها تبعا للنوع المسبب، ممكن يكون في هاي الحالة اللي هو الأوليف جرين كالر أو اللون الأخضر الزيتوني. مجرد ما أنا أشوف عندي حضنة بالخلية لونها أخضر زيتوني أو أشوف أي عرض له علاقة بتحجر الحضنة، فورا لازم أخذ على طول احتياطاتي حتى أحافظ على حالي، أعمل بروتكشن كويس للعيون، كمان للأنف وللفم، لكل الأغشية المخاطية الموجودة في الجسم حتى نضمن أن السبورات ما توصل، وعلى طول تحمل الخلية وبتم حرقها أو دفنها بعيدا عن المنحل. طبعا في عنا كتير أمراض أخرى بسبب الحضانة، لكن احنا ما راح نستعرضها كلها، لا الوقت بيسمح، ولكن هاي اهمها وهاي اكتر شيء ممكن احنا نشوفه في خلايا النحل. خلينا هلا ننتقل للكلام حول آفات النحل الكامل. شو الامراض، شو المشاكل اللي بتواجه الحشرة الكاملة؟ يعني النحل الكاملة زينا زي اي كائن حي معرضة، لأنه يكون في عنا أسباب أو مسببات مرضية كتير تعمل لها أمراض. معرضة لأنه يتم أكلها من قبل أي كائن محيط فيها، إنها تتهاجم من قبل أي كائن في الوسط اللي هي بتعيش فيه، فهي دايما كفرد سهل جدا إنه هي تتهاجم. عشان هيك أصلا مجتمع النحل عبارة عن مجتمع هو اللي بدافع عن بعضه البعض. طيب لو مرضت الحشرة الكاملة، كيف أنا بدي أعرف انه في عندي مرض او في عندي وضع غير طبيعي في النحل الكامل في الخلية؟ لو انا طلعت على المنحل لاحظت انه في عندي نحل زاحف على الارض امام الخلية مش قادر يصير، لو لاحظت انه النحل بالخلية حجم البطن فيه زاد عن الحجم اللي انا متعود اني اشوفه، لو لاحظت انه النحل موجود عندي فيه بالإضافة اللي أنا شفته قبل هيك غير قادر على اللسع، لو لاحظت أنه في عندي نحل ميت داخل الخلية أو خارج الخلية أمامها، كل هاي الأعراض تحكي لي أنه أنا في عندي حالة مرضية بالحشرات الكاملة، وهي الأعراض العامة لأمراض الحشرات الكاملة. يعني هاي الأعراض ممكن أشوفها بغض النظر شو المرض اللي راح يصيب الحشرات الكاملة. إذن هي أعراض عامة: نحل زاحف، زيادة في حجم البطن، عدم القدرة على اللسع، وجود نحل ميت داخل الخلية أو خارجها. هذا بس بخبرني إنه في عندي مشكلة موجودة داخل الخلية وأنا لازم أدور أشوف شو المشكلة. عندي مشكلة مرضية معينة لازم أنا أعرفها. إذن هاي هي الأعراض العامة لأمراض الحشرات الكاملة. ماذا يمكن أن يصيب الحشرة الكاملة للنحل؟ واحد من أهم الطفيليات اللي بتهاجم النحل، بالعكس هو بطل الساحة خلال 40 سنة الماضية
في مجال النحل، واللي هدد صناعة النحل في العالم، واللي كاد إنه يقضي على صناعة النحل في العالم هو حلم الفارو. عشان هيك احنا دائما نعطيه أولوية لما نحكي عن الآفات ولما نحكي عن الطفيليات اللي بتصيب النحل. حلم الفاروا زي ما انتم شايفينه، محل ما انا عم احط المؤشر في اسفل الصورة على اليسار، عبارة عن احد انواع العناكب الحلم. وزي كل العناكب هو له 8 ارجل، والجسم بتكون من جزئين اللي هما الرأس الصدري والبطن. حجمه صغير لكن يرى بالعين المجردة، تقريبا بحجم رأس الدبوس. لون الأنثى واللي هي دائما تعمل لنا المشكلة بني محمر، عشان هيك من السهل أنه احنا نشوفه داخل الخلية على الحضنة، خصوصا إذا كان لونها فاتح. شوي أصعب أنه احنا نشوف هذا الحلم على النحلة الكاملة، لأنه أحيانا ممكن يتخبى في الثنيات الموجودة في جسم النحلة، ولونه كتير قريب من لون النحلة الكاملة، فهذا بدوش مرات تدقيق منا حتى احنا نشوف الحلم على النحل. الفارو انا ما حبيت احكي عنها بالحضنة، لكنها تصيب الحضنة وثرانها وتصيب الحشرة الكاملة، فهي ممكن انها تؤذي اليرقات والعذراء والحشرة الكاملة. المرحلة الوحيدة اللي ما بتأثر عليها الفروة هي مرحلة البيض في النحل. كيف تؤذي الفروة النحل؟ عادة حلم الفروة الأنثى ما بتقدر تتكاثر إلا داخل العين الثلاثية اللي فيها حضنة. خارج العين السداسية تعيش ولفترات طويلة ولكن لا تستطيع أن تتكاثر. حتى تتكاثر تدخل الفاروة إلى داخل الحضنة وتبدأ بغرس أجزاء فمها الثاقبة الماصة في الحضنة وتمتص دم أو هيمولمف الحضنة. لما تتغذى على الحضنة يعني بأدي إلى ضعف الحضنة، بأدي إنه هي تطورها خلال مراحل التحول ما بيكون مظبوط، والنحلة الكاملة اللي رح تطلع فيما بعد ما رح تكون مواصفات الطبيعية للنحل، رح تكون أضعف، فترة حياتها أقل، نشاطها أقل، فبالتالي هي ما رح تكون بكفاءة النحلة اللي ما كانت مصابة بالفاروة. هلأ لما تطلع الفاروة من الحضنة على طول تتسلق على نحلة وتبلش تتغذى كمان على الدم النحلة وعلى هيمولمف النحلة، فبالتالي الفاروة داخل الحضنة تتكاثر وتتغذى على الهيمولمف، ولما تطلع برا كمان توقف على الحشرة الكاملة وتستطيع تتغذى على الحشرة الكاملة. وإذا ظلت تمتص الهيمولمف للحشرة الكاملة هذا كمان رح يؤدي إلى ضعف الحشرة الكاملة، ورح يؤدي إلى أنه هي ما تقدر تركز كويس في شغلها، فكفاءتها بالعمل بتكون كتير قليلة، ورح يؤدي إلى تقصير عمر العاملات. يعني الدراسات كانت تحكي على أنه خلال 3 سنوات من حدوث الإصابة بالفاروة إذا إحنا ما عملنا أي علاج هذا رح يؤدي إلى موت الخلية المصابة بشكل كامل. وأنا برجع بذكركم أنه هذا حكي صار عنا إحنا بالثمانينات، إحنا فقدنا عدد كبير جدا من خلايا النحل موجود عنا بالأردن، وفقدت عدد كبير جدا من الخلايا في العالم نتيجة للإصابة بحلم الفاروة. هلأ تقريبا ما في خلية في العالم ما فيها حلم الفاروة. هلا هي موجودة في كل الخلايا بغض النظر هل هي موجودة بتعداد قليل أو كثير، هل النحل موجود في هالخلايا تعود وصار في عنده نوع من التأقلم معها أو ما صار عنده، لكن هي هلا موجودة في معظم الخلايا اللي فيها نحل اللي في العالم. اللي احنا هلا بنعمله علشان نقدر ما نخلي حلم الفاروة يأثر كثير على النحل أنه نبقي هذا الحلم بتعداد، هذا التعداد قليل قدر الإمكان بحيث أنه ما يؤذي النحل، لأنه كل الطرق اللي إحنا بنستخدمها ما بتقدر تقضي 100% على حلم الفاروة، بغض النظر إذا إحنا استخدمنا مبيدات أو استخدمنا مواد طبيعية أو استخدمنا
مواد عطرية، كل المواد اللي احنا بنستخدمها ما بتقدر تقضيها على حلم البروة 100%. أنا بدي أشتري الخلايا، وغالبا أنا راح أفحص الخلايا راح ألاقي ما راح أشوف إنه في عندي بروة موجودة، وعادة هي لما تكون بتعداد قليل زي ما حكينا مش من السهل إني أنا ألاحظ وجودها، لكن خذوها مني هاي الخلايا فيها موجود عندي فيها بروة. فدائما دائما الإجراءات الإدارية اللي احنا بنعملها خلال فترة الصيف بعد ما أنا أعمل على قطف العسل فورا بعمل إجراء لمكافحة الفارو. كيف أنا بقدر أكافح الفارو؟ في عندي كتير مواد ممكن أستخدمها، في عندي مبيدات زي الفافكوزين مثلا، زي الأمتراز، في عندي كتير مبيدات ممكن إني أنا أستخدمها، فممكن إني أستخدم هاي المبيدات في عملية المكافحة. في بعض النحالين فضلوا انهم يستخدموا الاعماض العضويه زي الفورميك اسيدز زي الاوكزاليك اسيد، فهدول كمان ممكن ينزلوا لنا عدد الفاروه بشكل جيد، وبيقدر يعمل كنترول للفاروه بحيث انها تضلها باعداد لا تؤذي النحل. لكن مشكلتنا في استخدام الاوكزاليك اسيد والفورميك اسيد انه هدول بدهم دقه بالاستخدام، وإنهم ممكن يأثروا كمان على النحال إذا ما أخذ احتياطاته اللازمة خلال استخدامها، وإذا استخدم النحال تركيز أعلى مما يجب هذا ممكن يؤدي إلى موت الملكة أو موت الخلية كاملة، فعشان هيك استخدامها دائما لازم يكون بحذر شديد. بغض النظر شو المواد اللي أنا بدي أستخدمها في المقاومة، أنا لازم أدير بالي على أنه المواد اللي أنا بستخدمها لازم تكون قادرة أنها تموت الفاروة اللي موجودة داخل الحضنة. فعشان هيك إذا المادة اللي أنا عم بستخدمها ما بتموت الفاروة داخل الحضنة بضطر إلى تكرار عملية الاستخدام لأكثر من مرة. فعشان هيك إحنا نلجأ عادة إلى استخدام مبيدات، وبستخدم مبيد مرة واحدة في العام. هاي المرة بتكون بعد آخر قطفة للعسل. بيتم إضافة المبيد بتركيز كتير كتير خفيفة إلى الخلية، عادة نحن نستخدم 2 سي سي لكل لتر مي، يعني بكون تركيزه حوالي 2 بالألف. تعامل الخلية وتغلق، بعد 3 أيام تعاد المعاملة، وبعد 3 أيام تعاد مرة ثالثة، وهيك بكون أنا عملت المعاملة اللي راح تضمن لي إنه الفارو راح تضل بتعدادات لا تؤذي الخلية وما راح أحتاج أن أعيدها إلا بعد عام من هذا التاريخ. كمان من الآفات اللي بتصيب الحجرات الكاملة حلم. في فترة من الفترات في الأردن كان مشكلة، كان مشكلة حقيقية عندنا اللي هو حلم الأكارين الأكاريبس. حلم الأكارين ينتقل إلى الخلايا السليمة من الخلايا المريضة، أحيانا ممكن خلال الطيران إذا تلامسوا نحلتين من خلايا مختلفة وإحداهما كانت مريض مصابة بحالة الأكارين فممكن ينتقل إلى النحلة السليمة. طبعا بيدخل إلى الجهاز التنفسي عبر الدوائر التنفسية للنحلة، وبيبلش هذا الحلم اللي أنتم شايفينه أمامكم هون بالسلايدات بغرز أجزاء الفم ثاقب المصة وبامتصاص دم النحلة من خلال الجهاز التنفسي. عشان هيك أنا من السهل إني أفحص لإله إذا أنا أخذت قصبات الهوائية أو قصيبات الهوائية وفحصها تحت الميكروسكوب، فرح أشوف هذا الحلم تحت الميكروسكوب. يعني من حسن الحظ إنه المواد اللي إحنا بنستخدمها لعلاج الفاروة هي في نفس الوقت بتعالج لحلم الأكارين، فما بضطر اني اعمل معاملات خاصه له. فمجرد ما انا عملت معالجه لمره واحده للفاروة خلال السنه بكون انا في كمان عملت هيك معالجه لحلم الأكارين. كمان من الافات اللي بتصيب الحشر الكامله اللي هي زومبي النحل او الفرد فلاي، انتو شايفينها قدامكم في السلايد في الأعلى هون. هاي الحشرة تقوم بوضع البيض داخل جسم النحلة. بعد فقس البيضة اليرقة اللي بتنتج تتغذى على الأجزاء الداخلية للنحلة، ومن ثم
تحدث ثقب في جسم النحلة وتخرج إلى خارج جسم النحلة وتتعذر خارج جسم النحلة. أحيانا ممكن أن العذرات تتكون حتى داخل جسم النحلة، وطبعا هاي النحلة راح تموت نتيجة للإصابة. الحمد لله في الأردن حتى الآن مش موجود عندنا. دائما بنحذر من إدخال النحل من المناطق الموبوءة، حتى أنه كمان ما يصير في عندنا، لأنه لو دخل لو صارت عندنا مشكلة مش من السهل أن نلاقي حل مناسب لهذا النوع من الإصابات. يعني أنا ممكن هلا أعمل استراحة قبل ما أكمل وناخذ أسئلتكم حتى ما يصير في عندنا أسئلة كثير لمدة 5 دقائق، بعدين بنعطيكم استراحة وبنكمل. في أي سؤال؟ خليني أنا أستعرض أسئلتكم. في هون سؤال من المهندسة حنين بتسأل: مرض الحضانة ما بيعدي الملكة؟ لا، أمراض الحضانة ما بتعدي الحشرة الكاملة، باستثناء مرض تحجر الحضانة ممكن يعدي الحشرة الكاملة، لكن الأمراض الثانية ما بتعدي الحشرة الكاملة. لكن هذا ما بيعني أنها مش ملوثة، يعني ممكن أنه الجسيمات البكتيرية أو البارتكلسات البكتيرية تكون موجودة على جسم الملكة وهي قاعدة بتتجول في الخلية. فعشان هيك احنا لما نحرق بصراحة بنحرق الخلية كاملة بالملكة بالعاملات بكل شيء، حتى نضمن انه ما يصير في عندي نقل للمرض لخلايا سليمة. دائما دائما اني انا اتخلص من خلية مصابة كتير احسن من الطرف الاخر ان انا احرق منحلي كامل. طيب، في سؤال كمان من مهندسة لارا: من وين تيجي البكتيريا وكيف توصل للعاملات؟ من المي ولا من الازهار؟ هلا ممكن توصل من خلايا مصابه منحل موجود قريب منكم، او ممكن انها تيجي مثلا، احنا كثير مرات نستورد حبوب اللقاح من الخارج، قد تكون بكتيريا محموله على حبوب اللقاح. كمان لما نغذي بالعسل المستورد، العسل المستورد ممكن يكون فيه موجود وحدات هاي البكتيريا، ولما يتغذى عليها النحل على طول راح تعمل الاصابه. احيانا ممكن اشتري ادوات مستخدمه من النحالين ويكون هو اوريدي كان عنده المرض واعمل له المشكله. فعشان هيك احنا دائما ما بنقبل انه نستخدم في منحلنا ادوات مستخدمه من نحال تاني، لانه هاي هي رح تكون اللي رح تبلش لنا المشكله دائما في الخليه. ما اعرف شلون. في سؤال من المهندسه اسماء: نفس شكل الفاروا ولا غير؟ ما اعرفش عن مين بتسالي، اذا قصدك على الكربس والداي لا، فهي مختلفه من حيث الشكل. اول شيء الكربس والداي احنا ما بنقدر نشوفها بالعين المجرده، كثير صغيره ما بنقدر نشوفها الا تحت الميكروسكوب. هي بتكون موجوده جوا بالقصبات الهوائيه وشكلها مختلف. هي الشكل قدامك واضح مختلف تماما عن شكل الفاروا. طب هل هناك علاجات طبيعية مثبتة لعلاج الفاروا؟ في عنا علاجات طبيعية، احنا قلنا زي الفورميك أسيد، أوكي، هو عبارة عن حامض طبيعي زي الأوكزاليك أسيد. في عنا بعض الزيوت الطبيعية، بس لكن كلها ما بتعطينا 100% كنترول للفاروا. هل العلاجات الكيميائية لها تأثير على المدى الطويل للإنسان؟ شوفي مهندسة رقية، يعني احنا قاعدة عم بحكي لك أنا إنه احنا عم نضيف على الخلية 2.5 بالألف، أوكي؟ هاي نسبة 2.5 بالألف، يعني أنا عم بحكي عن نسبة كتير 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 قليلة. ماشي، يعني يمكن لما نتاكلي خيارة يكون عليها مبيدات أكثر منها. فهدول 2.5 كمان ما بنحطوه على العسل، هدول بنحطوه على البراويز الشمع. واحنا عادة في بداية الموسم من لما يجي نحل يجمع عسل، هاي البراويز بنشيلها لأنها بتكون طول الشتوية موجودة في الخلية، وبنحط براويز جديدة، فهي ما رح تأثر على الإنسان. يعني أنا متأكدة إنه بالخضار والفواكه اللي احنا عم ناكلها أنت عم تاخدي أضعاف وضعفة للإشي اللي رح تاخديه من العسل، لأنه احنا بس نحللها
بنلاقي يعني انه اذا التزمنا بالطريقه اللي انا حكيت عنها انه ما في وبيات موجوده داخل العصب. في البعض بيقول لك انه الثوم كويس عشان الفاروة، يعني في رحال انا بعرفه اعتمد الثوم علشان يقاوم الفاروة وبعديها محتاج انه يستخدمه لانه وضع عنده نحل. الثوم لحاله ما اثبت انه مفعال في علاج الفاروة. هل النحل عنده مناعة جيدة ولا بتأثر بسرعة من أي آفة أو مرض؟ النحل بالعادة عنده مناعة، لكن مرات العمليات الإدارية السيئة على طول بتخليه حساس لأنه ينصاب، وبيعتمد طبعا هذا على تركيبه الجيني كيف هو إذا عنده جينات مناعة كويسة ولا لا. لكن بشكل عام احنا بنحاول من خلال العمليات الإدارية ومن خلال كل شيء احنا بنعمله انه والله ما نحط النحل تحت امتحان، والله انت قادر انك تقاوم الأمراض ولا مش قادر. إذا اجى مسبب مرضي وكان بأعداد كبيرة ممكن انه يكسر اي مقاومة موجودة عندنا او عند النحل. كيف ممكن القرارات والشروط لاستيراد النحل يقلل من دخول هالأمراض؟ في إجراءات صارمة، يعني في إجراءات صارمة بس مرات احنا الأفراد احنا اللي بنخرب هاي الأمور. يعني احنا في الأردن لازم ما يدخل عسل إلا ينفحص، لكن أحيانا مع الأفراد خلال سفرهم إنه مسموح لكل واحد مثلا إنه يدخل معه 9 كيلو أو 8 كيلو عسل أو 7 كيلو عسل، فهذا العسل ما رح ينفحص لأنه بيعتبر للاستخدام الشخصي. وكثير من النحل يمكن يوصلوا أكثر من واحد ويجيبوا لهم هذا العسل ويستخدموه في تغذية النحل، وهذا ما بيكون مفحوص، فبالتالي ممكن هو يكون سبب المرض. فعشان هيك يعني مرات الحلول بتكون منا احنا، انه احنا نحاول قدر الامكان انه نلتزم بالقوانين، لانه غالبا القانون حط لمصلحتنا وغالبا هو ما نحط ضد مصلحتنا. فلما نستورد عسل ونستخدم للخلايا نفحصه بالبداية حتى ما نوقع بالمشكلة بعدين. مهندس محمد بده الميكروفون علشان يسأل، اذا ممكن مهندس رزان تفتحي له المايك عشان يسأل. تمام دكتورة، بس يفعل المايك من عندك. فعلته. اوكي دكتورة، تفضل. بخصوص التخلص من الخلايا، هل بينفع التخلص من اجزاء من الخلية في بداية الإصابة؟ يعني مثلا في جزء من البرواز تبع الحاضنات مصاب والحاضنات الباقية مش مصابة، هل بنقدر نتخلص منه ونحرقه ويعتبر هيك تخلصنا من المرض الحاضنات اللي كان موجود بغض النظر عن المسبب؟ اوكي، انت ممكن تتخلص منه وتحرقه، بس هذا ما بيعني انك انت تخلصت من المرض. اوكي، هلا انت اذا كانت الاصابه في بدايتها زي ما حكيت، احنا رح نعزل الخلايا عن المنحل، رح ننقلها بعيد ونبلش عمليه العلاج. بتتم معالجه الخلايا، اذا كان المرض في بدايته ممكن معالجه، بس هاي المعالجه بتاخذ وقت طويل باي ذا واي. اوكي، عشان هيك بعد ما تتم عملية العلاج بعد سنة ممكن انه احنا نستخدم هاي الخلايا للإنتاج. طيب السؤال الثاني، يعني هسه صار من الأساسيات لو مبتدئ بتربية النحل انه أول شغلة مع شراء الخلايا لازم أشتري مبيد للحلب. يعني احنا يعني هاي أساسيات صارت هيك. يعني اوكي، فانت ما انت لما تستخدم يعني يمكن المنحل كله ما تحتاج اكثر من 1.5 ل2 سي سي بالسنه، يعني فانت ما بتحتاج كميه كبيره وما رح تكون مكلفه كثير، يعني يمكن سنه بحدود 3 دنانير تكفيك 5 سنوات. اوكي، يعني هاي بس من الاساسيات، اشتري الخليه اشتري المبيد معها. تشتري المبيد او انك انت تقرر بالضبط ايش بالضبط الطريقه اللي انت بدك تستخدمها علشان تفحى الباروة. يعني عشان هيك انت لو تطلع على الجدول انا حطيت لكم انه بشهر 7 بعد الخطفه دائما في عندنا معالجه ضد الباروة. اوكي، شكرا لك. شكرا دكتور. هلا هلا. ما رأيك هون في عند المهندس الصباح في المرض باستخدام الشبك المعدني بين البراويز للتخلص من الفاروة؟ يعني أنا ما بعرف كيف الطريقة، إذا بتشرحي لنا كيف تعمليها يا مهندس صباح، كيف تحط الشبك معدني بين البراويز؟ يعني بتحطي ما بين كل برواز وبرواز بالخلية شبك معدني؟ في كل الأحوال إذا أنت بدك، يعني ما بعرف شو الهدف من هاي العملية، إذا هو عشان ما تنتقل الفاروة فمفروض هذا الشبك يكون كتير صغير، أصغر من حجم الفاروة.
وأنا مش شايفة طريقة عملية إلا إذا أنت بتشرحي لنا بالضبط كيف بتقترحي إنه إحنا نستخدم الشبك المعدني بين البلاويز للتخلص من الفانو. يعني هي كانت معنا بتقول إنه في مزارعين بيستخدموا شبك معدني بعد البرواز الثالث للتخلص منها، يعني هي مش من الطرق الواردة عالميا للتخلص من البارو. وأنا بالنسبة لي مش حاساها طريقة براكتيكال بصراحة، مش حاساها طريقة عملية، لأنه حتى الشبك المعدني بعد البرواز الثالث، وبعدين البارو وين بدها تروح؟ ما هي راح تضلها موجودة بالخلية. يعني احنا مرات حط الشبك أسفل الخلية وبنحط مادة لاصقة تحت الشبك أساس إنه الفاروة لما تقع تضلها ملتصقة، وبالتالي احنا بنمنع إنه ترجع مرة ثانية على النحل. لكن استخدام الشبك من البراويز بالطريقة اللي أنا فاهمها منك مش عملية. طب يا جماعة راح أعطيكم 5 دقائق استراحة، لأنه احنا ما ضل معنا كتير، إلا إذا حابين أكتر. فضلوا أكتر من 5 دقائق عشان تصلوا الظهر نكمل. إن شاء الله كلكم تكونوا صليتوا، تقبل الله للكل. وخلينا نكمل عن أعداء وأمراض الحشرة الكاملة في النحل، وعن مرض لم يكن مهما في الأردن ولكن أصبح من أهم الأمراض اللي بتصيب الحشرة الكاملة، اللي هو مرض النوزيما. مرض النوزيما هو عبارة عن مرض يسببه فطر. هذا الفطر قد يكون نوزيما آبس أو نوزيما سيرانا. نوزيما آبس تعمل لنا مرض النوزيما، وينتقل المسبب مرة تالية مع الغذاء الملوث بسبورات الفطر إلى النحل السليم. تكون أعراض الإصابة إنه إحنا بنلاحظ إنه في عنا كتير بقع بنية، هي عبارة عن براز النحل على مدخل الخلية، على جسم الخلية من الخارج. كمان لما نفتح الخلية رح نلاقي إنه هاي البقع كمان موجودة على البراز. هذا هو عبارة عن البراز تبع النحل. وعادة إحنا حكينا إنه النحل بتخلص من فضلاته خارج الخلية في الأوقات الطبيعية، ولكن عند الإصابة بهذا المرض تصبح العاملة غير قادرة على التخلص من فضلاتها خارج الخلية، لأنها ما تقدر تحتفظ فيها حتى تخرج إلى خارج الخلية. علشان هيك واحد من الأسماء اللي تطلق على هذا المرض اسم الإسهال في النحل. هذا المرض كان منتشر كتير في أوروبا، ما كان عندنا مشكلة كبيرة في الأردن، بالعكس بكتير من العينات اللي احنا فحصناها ما كان موجود. ولكن حتى قبل 3 سنوات لاحظنا انه هذا الفطر بلش ينتشر في الخلايا عنا، وصرنا نقدر نعزله من كتير من الخلايا المصابة. وهون في عنا بالسلايد اللي على اليمين، هاي هي عبارة عن سبورات الفطر. هلا اذا كان الفطر اللي صاب النحل هو النوزيما آبس، فاحنا بنشوف الاعراض اللي انا حكيت عنها بشوي، اللي هي انه بنلاحظ على انه في عندنا البقع البنيه اللي هي عباره عن براز النحل على مدخل الخليه، على جسم الخليه من الخارج وداخل الخليه. هلا اذا كان اللي صايب النحل هو النوزيما سيرانا، فاحنا ما راح نشوف اعراض بالمره. كل اللي راح نشوفه انه خلال فتره من الفترات راح نبلش نلاحظ انه عدد النحل صار يقل بشكل كبير. ما راح الاحظ انه في عندي نحل ميت لا امام الخليه ولا خارج الخليه، ولكن راح لاحظ انه ما ضل عندي نحل داخل الخلايا المصابه. احيانا ممكن يضل بس الملكه وعدد قليل جدا من العاملات، وهذا المسبب المرضي كذلك يصل الى النحل عن طريق الغذاء الملوث. ما هي الطرق التي يمكن ان استخدمها للعلاج؟ طبعا كإجراء وقائي على طول بتم عزل الخلايا بعيدا عن المنحل، على الأقل 5 كيلومتر بعيدا عن المنحل. نبدأ بإعطاء النحل فيوماجيلين مع التغذية. بعد
ما يتم علاجه بالفيوميجلين فترة من الوقت يرجع النحل إلى وضعه الطبيعي. طبعا هلأ إذا أنا بدي أنتج لازم أنتظر فترة كافية عشان أعمل إنتاج العسل، لازم أتخلص من كل البراويز اللي أنا استخدمتها في عملية مقاومة هذا الفطر. حاليا يعتبر مرض نوزيما سيرانا واحد من أخطر الأمراض اللي بتصيب النحل، واللي يعتقد أنه هي واحدة من الأسباب الرئيسية لفقدان النحل من الخلايا. من الأمراض الأخرى اللي بتصيب الحشرة الكاملة في النحل اللي هو الأكيوت باراليسيس فيروس أو مرض شلل النحل. هذا الفيروس برضه بينتقل إلى النحل عبر الغذاء الملوث أو عبر أنه يصير كونتاكت في البداية ما بين خلية سليمة مع خلية مصابة، وبالتالي بيوصل الفيروس إلى الخلية وبصير ينتقل عبر العاملات نتيجة التعامل مع بعضهم البعض. هذا الفيروس بأثر على دماغ النحلة، وبالتالي هي بتكون غير قادرة أنها تسيطر على حركتها بشكل جيد، وفي أوقات تكون غير قادرة على الحركة إطلاقا. لاحظ أنه النحل عم يرتجف داخل الخلية، حركته غير متزنة، فعشان هيك تم تسمية هذا المرض بمرض شلل النحل. كعلاج أو كإجراء فورا نعمل على عزل الخلايا المصابة. تغذية الخلايا عشان ننظفها من الفيروس حتى نتأكد على أنه شوي شوي راح يتم التخلص من الفيروس. تغيير الملكة لأنه في ميل جيني للإصابة بهذا المرض. بعد أن نشفى النحل وتصبح الخلية بوضع جيد يمكن إعادتها مرة تانية إلى المنحل. المرض طبعا موجود عندنا بالأردن، ودائما دائما احنا واحد من الأسباب الرئيسية اللي نبعد فيها عن المناحل الأخرى إنه ما تنتقل عدوى هذا المرض إلينا. مرض الفيروس الآخر اللي بصيب نحل العسل والحشرة الكاملة من نحل العسل اللي هي مرض تشوه الأجنحة الفيروس Deformed Wing Virus. هذا الفيروس واحدة من طرق نقله للنحل اللي هو عبر الفارو، الخلايا المصابة بالفارو واللي بتكون الفارو فيها انتقلت من خلايا أخرى، وحامل الفيروس خلال تغذيتها على النحل تقوم بنقل الفيروس إلى العاملات. نتيجة للإصابة بالفيروس تظهر العاملات من العيون السداسية وتكون الأجنحة كما ترون في السلايد الأعلى مشوهة غير نامية بشكل جيد. هاي العاملات تكون غير قادرة على الطيران، هاي رح تكون زاحفة أمام الخلية لأنها ما بتقدر على تطير نتيجة لعدم تكون الأجنحة بشكل جيد. لهذا السبب سمينا هذا المرض مرض تشوه الأجنحة، ولأنه مسبب فيروس سمينا المرض مرض تشوه الأجنحة الفيروس. دائما دائما لما يكون عندي إصابة بالفيروس بالفاروة احنا بنلاقي على انه كل النحل اللي عم يطلع عندنا من العيون السداسية اذا كان مصاب عدد كبير من الفاروة عنده الأجنحة مشوهة. مشكلة النحل في الأردن، في كتير من الدول الدافئة بالعالم العدو الحيوي الأول للنحل في الأردن هو الدبر الأحمر، وهو بالصورة أمامكم. احنا دائما لما نصنف مشاكل النحل في الأردن بنحط رقم واحد الدبر الأحمر، رقم اثنين الفاروة، رقم ثلاثة نوزيما سيرانا في الوقت الحالي، ورقم أربعة الإدارة السيئة من قبل النحال.
احيانا نخلي رقم 4 هي رقم 1 اذا كان النحال ما عنده الخبره الكافيه، لانه ادارته ممكن تكون هي اللي راح تقضي على النحل اكثر من كل الاعداء الحيويين الثانيين. الدبور الاحمر اسمه العلمي البسبة اورينتاليس، هو من نفس الاوردر اللي بينتمي له النحل، هو من الهايمنوبترا. سهل جدا تمييز الدبور الاحمر عن اي حشره ثانيه، لانه كبير في الحجم، توصل طول العاملات فيه ل 2.5 ل 3 سنتيمتر. الملكه اكبر حجما طبعا، لون الجسم بني وفي عليه بانس، هاي البانس تكون باللون الاصفر. وهو سمي الدبور الاحمر لانه البني اللي موجود فيه على الدبوره وهذا اللون هو بني واحمر، فمن هون اخذ اسم الدبور الاحمر. الدبور الاحمر يغذي صغاره على النحل. بالنسبه لصغاره النحل غذاء كثير جيد، فعشان هيك بنلاحظ على انه هو دائما بطير حوالين الخلايا، بحاول انه يدخل الى الخلايا ويقوم باصطياد عاملات النحل السارحة احيانا او القريبة من مدخل الخلية، بياخذ هاي العاملات وبيستخدمها في تغذية صغاره. لانه هو من عقارب النحل، فمجتمع الدبور شبيه في مجتمع النحل، يتكون من ملكة، عاملات، وذكور تظهر في أوقات التزاوج. عندنا في الأردن تظهر الملكات في شهر 5 أحيانا في نهاية 4 حسب درجات الحرارة. هاي الملكة بتكون قضت الشتاء لوحدها، كانت عاملة سبات شتوي هايبرنيشن، اختارت مكان محمي واختبأت فيه ودخلت في سبات إلى أن تصبح درجة الحرارة مناسبة، فتصبح نشطة وتبدأ ببناء عش بعد أن تختار مكان مناسب له، وتبني أقراص شبيهة بالأقراص التي نراها في نحل العسل، وتبدأ في وضع البيض، وهذا البيض يكون في البداية كله بيض عاملات لإنتاج العاملات التي ستعمل للأغراض المختلفة في الخلية. تستمر الملكة في إطعام الحضنة ورعايتها إلى أن تظهر العاملات بالخلية، فتصبح مهمة الملكة فقط وضع البيض، وتصبح كل المهام الأخرى بالخلية من مهام العاملات. في نهاية العام حين تنخفض الحرارة تضع الملكة بيض غير مخصب، هذا البيض ينتج منه ذكور، ويتم إنتاج ملكات. هذه الملكات تتزاوج مع الذكور، ومن ثم تختار مكان مناسب حيث تقوم بالهايبرنيشن أو بالسبات الشتوي، وتعاد الدورة مرة ثانية في العام الذي يليه. إذن في مجتمع الدبابير ممكن إنه الأفراد تعيش لحالها زي ما شفناه في حالة الملكة، وممكن إنه هذا المجتمع يعيش مع بعض البعض بعد أن تقوم الملكة بوضع البيض وتكوين العش. وأمامكم السلايد هون المراحل المختلفة لتطور حضنة الدبور من بيضة، المراحل العرقية المختلفة، ومرحلة العذراء، ثم الحشرة الكاملة. زي ما حكينا الدبور أو ملك الدبور في البداية بتبني عيون ثلاثية شبيهة مثل الكل اللي احنا بنشوفها بالنحل، في اختلافات طبعا بينهم، وهي ما بتستخدم شمع النحل في البناء ولكنها تستخدم الحائل الأشجار بالإضافة لمواد شمعية خاصة تنتجها، وتقوم ببناء الأقراص الخاصة بالحضنة. والحضنة في الدبور لا يقوم أو لا تقوم العاملات بتغطيتها بغطاء من الشمع وحبوب اللقاح، بينما تتشرنق اليرقة وتتحول إلى عذراء، وهذا ما نراه
والشرنقة الموجودة داخل العيون السداسية. بعد انتهاء مراحل التطور تخرج أو يخرج الدبور الكامل. زي ما حكينا الدبور مشكلة في الأردن، مشكلة خصوصا بالفترة اللي بتمتد ما بين شهر 7 وحتى شهر 11. بهالفترة النحل بكون ممتنع عن الطيران طول ما في عندنا دبابير خارج الخلية، علشان هيك بكون من أهم المهام الإدارية بهالفترة للنحال اللي هو إنه يعمل سيطرة أو مقاومة للدبور. كيف أنا بقدر أعمل هذا الحكي؟ عادة إحنا ممكن نلجأ لأكثر من طريقة. من الأشياء اللي إحنا بنعملها حتى نقاوم الدبور، أول شيء إنه إحنا ندور على المدابر بتاعت الدبور، وهي غالبا تكون بالأرض أو بكهوف صغيرة بالصخر، وبنعمل هذا الحكي خلال الليل. تكون إحنا حددنا موقعها بنهار، فبروح بالليل وبنسكر على الدبور وبنحط له مادة سامة أو بنحرقه داخل الخلية تاعته وبنتركه، وهيك بنكون إحنا قضينا على المدبرة. هلأ الأشخاص اللي ما بيقدروا يدوروا على المدبرة وما بيقدروا خلال الليل إنهم يعملوا هذا الحكي، ممكن يستخدموا طرق أخرى. مثلاً عندنا في شهر 4 وفي شهر 5 لما تبلش الملكات بالنشاط، خصوصاً عند المناحل الدائمة، فبتكون الملكة لوحدها وبتكون هي دائماً خارج الخلية عشان تجمع احتياجاتها من الغذاء. فإحنا ممكن إنه إحنا نتخلص من هاي الملكات فوراً، أي ملكة بنلاقيها طايرة إنه نقوم بتخلص منها وضربها وقتلها، وبهيك إحنا بنكون منعنا إنه يتكون عندي مدبر. إذا أنا ما عملت هذا الحكي أو إنه ضل في عنا جزء وعملوا مدابر وكان موجود عندي الدبور، فأنا ممكن أستخدم المصائد الغير مسمومة. أنا ممكن أعمل، وفي عنا أكثر من شكل من المصائد، ممكن أحط مصدر للغذاء للدبور داخل المصيدة، فبينجذب الدبور إلى مصدر الغذاء وبيضل موجود داخل المصيدة، وهيك أنا بقدر أخفف من عدد الدبابير الموجودة في المنحل. هلا ممكن إن أنا كمان أستخدم المصائد الغذائية المسمومة. إذا كان المكان اللي أنا موجودة فيه ما في حيوانات أليفة، ما في أطفال، ما في طيور ممكنها تأكل من الغذاء وبالتالي هي تتأثر، خصوصا إذا كانت طيور جارحة، ففي هاي الحالة أنا ممكن أجيب مصدر بروتيني، لحوم، مرتديلا، كبد الدجاج، أي مصدر بروتيني. عادة نحاول قدر الإمكان إنه ما يكون غالي الثمن، بنقطعه إلى قطع صغيرة، بنضيف عليه مادة سامة للدبابير وبنحطه قريبا من الخلايا، فبيجي الدبور وبيحمله وبياخده على المدبرة وبيستخدمه في إطعام اليرقات. فبالتالي هيك بنكون إحنا تخلصنا من الدبابير الكبيرة وتخلصنا من اليرقات الصغيرة بمفعول السم، فبنقدر نخفف كتير من أعداد الدبابير الموجودة. مرة تانية، هذا النوع من المصائد لازم أنا ما أستخدمه إذا كان في عندي حيوانات أليفة في المنطقة، واحد من جيراني عنده كلاب، واحد عنده أي نوع من أنواع الحيوانات الأليفة اللي بتتغذى على اللحوم، فغالبا أنا لازم أني ما أحطه. اللي عنده بساس مثلا كمان لازم أني ما أستخدم هذا النوع من المصائد. أكثر شيء بنركز على الناس اللي عندهم أطفال، هذا النوع من المصائد لا يتم استخدامه عند أي واحد عنده أطفال، لأنه إحنا بنخاف كمان الأطفال يلعبوا فيه أو يأكلوا منه وبالتالي يروحوا ضحايا بدلا من الدبابير. فهاي الممارسات نمارسها بحذر شديد حتى ما نأذي لا الطبيعة المحيطة ولا أنفسنا ولا أطفالنا. إذا اتبعت أي واحدة من هاي الطرق، أنا ممكن إني أعمل كنترول كتير كويس للدبابير وبالتالي بطل في عندي مشكلة في المنحل. طب من الآفات اللي أنا أشوفها بالنحل، وهي الآفات ما بتصيب لا الحشرة الكاملة ولا الحضنة، هاي بتصيب الشمع، تصيب الأقراص الشمعية. كثير مرات أنا إذا كنت مش كتير بدي الخلايا كويس، الخلايا عندي ضعيفة، فبتيجي عنا الحشرة اللي شايفينها هون بالأسفل، وهي بسميها عتة الشمع، وبتضع البيض داخل الخلية
الأقراص الشمعية، وبعدين تفقس من هذا البيض يرقات. هاي الرقات تبدأ تتغذى على الأقراص الشمعية. طبعا راح تتلف الأقراص الشمعية زي ما انتم شايفين بالصورة. هاي الأقراص الشمعية راح تكون غير قابلة للاستخدام، وأنا راح أضطر إني أكبها، وبالتالي بتسبب لي خسائر. وأنا مجرد ما أشوف عتة الشمع في خلية فهي لحالها هاي بتقول لي على إنه هاي الخلية كتير ضعيفة، مش قادرة لحالها تتخلص من عتة الشمع من الإرقات، لأنه الخلايا القوية ما رح تسمح للعتة إنها تدخل، ما رح تسمح للإرقات إنهم يضلوا موجودين داخل الخلية. فلو أنا شفت هذا الحكي معناته هاي الخلية الموجودة عندي ضعيفة، بحاجة لأني أجمعها مع خلية تانية حتى تصبح قادرة إنها تدافع عن حالها. كمان من الآفات اللي أنا بشوفها في النحل اللي هي خنفساء النحل الصغيرة، وهي أمامكم بالصورة، والحمد لله هي بالأردن مش موجودة، وإن شاء الله أنها ما بتدخل، ولو أنها هلا منتشرة كتير في أوروبا في إيطاليا، لواحد من مصادر الملكات اللي إحنا بنجيبها، وإحنا بنتأمل إنه ما تصير عنا مشكلة داخل الأردن. مرة تانية هاي العتة بتحط لنا عدد كبير من البيض، يفقس منه عدد كبير من الإرقات. سهل جدا نميز الإرقات لأنه هاي الإرقات تختلف كتير عن إرقات النحل، لها أرجل، هذا الشيء مش موجود بالنحل، عددها كبير بكون وتتحرك في الخلية. يعني هذا رجاء لكل الناس اللي بيستوردوا ملكات، إذا كان في حدا منهم معنا، إنه يتأكد من مصدره للملكات إنه ما يكون من بلد موجود فيها هذا أو هاي الحشرة، حتى ما تنتقل إلى الأردن وتعمل لنا مشكلة كبيرة في الخلايا بتاعتنا. يعني بيسوى أن أحكي عن ظاهرة الموت الفجائي للنحل، هي واحدة من الظواهر اللي إحنا هلأ بنعاني فيها عالميا. كثير مرات طلع نحال على منحله، وكان قبل أسبوع موجود في المنحل ما عنده أي مشكلة، الخلايا كلها كويسة، فجأة بروح على المنحل فبيلاقي على أنه إما الخلية فاضية ما فيها نحل، أو أنه الملكة موجودة مع عدد من العاملات وفش غيرهم، وبحاول يدور على نحل ميت أمام الخلايا داخل الخلايا ما بيلاقي شيء. وهي الظاهرة سميت عالميا بظاهرة تدهور خلايا النحل أو الموت الفجائي للنحل، أو باختصار CCT. شو سبب هاي الظاهرة؟ نظريات كثيرة. البعض بقول لك على أنه ممكن يكون الإصابة بالأفس من الأفس سيرانا، بنوزيما سيرانا سوري، أو ممكن يكون من تأثير الأبراج بتاعت الهواتف النقالة، ممكن يكون من كتير من الأسباب التانية زي المبيدات، زي الهربيسايدز، زي الفانجيسايدز. إذا في عنا كتير نظريات حول الموضوع. حتى الآن ما في إشي كتير واضح، لكن يعتقد أنه المسبب الحقيقي لظاهرة تدهور خلايا النحل هي مجموعة من كل هاي العوامل. هاي أدت إلى ضعاف المناعة عند النحل، فبالتالي صار أي سبب، أي إصابة مرضية تؤدي إلى موت العاملات بعيداً عن الخلية، أو إلى عدم قدرة العاملات إنها ترجع للخلية بس تطلع منها. هيك إحنا بنكون أنهينا المعلومات اللي إحنا بنحكيها عن الأفات التي تصيب خلية النحل، وهي أهم الأشياء اللي إحنا بنلاحظها عنا هون في الأردن. إذا في أي سؤال فلو سمحتوا أنا ممكن أجاوب على أي سؤال عنكم. خليني أخذ الأسئلة اللي إجت وأنا عم بشرح. في المهندسة حنين بتحكي لنا إنه يعني هي العاملة ناقلة أساسية للعفن الأمريكي. هلا احنا بشكل عام معظم الأمراض رح تنتقل للحضانة عن طريق العاملات. أوكي؟ ليش عن طريق العاملات؟ لأنه العاملات هي اللي بتطعم الحضانة. وغالبا المرض بيجي عن طريق الغذاء الملوث. فعشان هيك العاملات لها دور، وهي عم بتغذي بإنها تنقل معظم الأمراض للحضانة.
سؤال الثاني، ما في مبيدات أو مضادات يمكن نغذي فيها العاملات عشان ما يصير في عندنا تعفن للحضانة؟ أكيد يعني إحنا لما نعمل علاج إحنا بنستخدم مضادات حيوية، أوكي بنستخدم مضادات حيوية خاصة للبكتيريا، وهاي المضادات الحيوية إحنا ما بنعطيها للحضانة، إحنا بنرشها بالخلية بتاخدها العاملات، فهو بيأثر على العاملات في الأول وبيقضي على البكتيريا اللي هي حاملاها، وبعدين بيأثر على الحضانة. يعني أنا بطلت ألحق عليكم دقيقة شوي. هل هناك علاقة لمرض تعفن الحضن الأمريكي بمرض الموت المفاجئ؟ يعني مرض تعفن الحضن الأمريكي موجود من زمان في النحل، ما كان يسبب الفقد المفاجئ أو الموت المفاجئ للنحل، لكن ممكن هلا إذا كان أوريدي في عندنا أسباب تانية، وهذا المرض كمان وجد يساعد في تسريع العملية. مهندس عمر بيسألنا هل في أمراض مشتركة بين الإنسان والنحل؟ يعني حتى الآن مهندس عمر إحنا ما بنعرف إنه في مرض مشترك بين النحل والإنسان باستثناء مرض تحجر الحضانة. الفطر اللي بيعمل تحجر الحضانة بيصيب الحشرة الكاملة في النحل، وإذا إجا لجهازنا التنفسي أو على العيون ممكن إنه يعمل لنا إصابة للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وفي العيون. لو حصل هذا الحكي بيصير في عنا مشكلة في العيون، وبالجهاز التنفسي بيصير في عنا تحسس شديد وصعوبة في التنفس، وهذا ممكن يكون مزمن ما يروح بسهولة. فعشان هيك إحنا دائما بنقول إنه لو صار عنا هذا المرض نستغني عن الخلية المصابة، أوكي، وبندفنها وبنحرقها حتى إحنا كمان ما نصاب. طيب مهندسة رقية بتسأل تقول إنه قلة أعداد النحل في العالم، هل سبب هاي الأمراض والعوامل البيئية، ولا في أسباب كمان مش معروفة لقلة أعداد النحل في العالم؟ هلا احنا المشكلة اللي عندنا مهندسة رقية إنه صار النحل يموت ويختفي وقلت الأعداد، أوكي؟ هلا احنا حاولنا ندور على الأسباب ولقينا كثير أسباب، لكن يعني انه احنا نحكي والله انه هذا هو السبب المباشر لانه هذا الحكي عم بيصير، ما في عالم لحديث هلا تجرأ انه يحكي هذا الحكي، اوكي، لانه ولا واحد من كل هاي الاسباب ممكن لحاله يعمل هاي المشكله، لكن ممكن كلهم مجتمعين انهم يعملوها. يعني لو كان النحل مريض واجا المزارع رش هيربيسايد زي الجلايفوسيت، على طول ممكن نلاحظ وجود هاي الظاهره، لانه الهيربيسايد بيأثر على النحل وبأثر على حضنة النحل وبأدي لموتها، فهذا رح يؤدي للإصابة. فغالبا سبب واحد لحاله حتى الآن ما عم يعمل لنا هاي الحالة، لكن مجموعة من الأسباب مع بعضها البعض ممكن تتسبب فيها. هل في علاقة للعوامل البيئية؟ ممكن أنه كمان تكون عوامل مساعدة، أنه هي تضعف المناعة عند النحل وبصير حساس لأي شيء، فبالتالي من أبسط الأشياء ممكن ينصاب ويموت النحل وما يقدر يرجع للخلايا بتاعته. شو سبب تخصص أنه الفطر بصيب فقط الحشرة الكاملة؟ يعني كويس سؤالك مهندس عابر، بس احنا كمان احنا حكينا عن النزيف ما بصيب بس الحشرة الكاملة، وفي عنا أمراض أخرى لا تصيب الحضنة ولكن تصيب الحشرة الكاملة. ليش ممكن يصير هذا الحكي؟ مرات إنه في عادة لما يدخل هذا الفطر للمعدة أو للجهاز الهضمي للنحلة هو بيشتغل، فاحتمال كبير إنه يكون في الجهاز الهضمي في اليرقات إنه هذا الفطر ما بيقدر يعمل جيرمينيشن، ما بيقدر يكون مايسيليوم، فعشان هيك ما بيحدث إصابة باليرقة. مهندس محمد بيسألني هل هناك، بعرف إذا هي مصائد، هل هناك مصائد معينة للدبور من حيث الشكل تصميم معين؟ هل في أمراض خاصة بالملكات؟ طب خلينا نحكي عن مصائد الدبور، يمكن أرخص وحدة وأسهل وحدة، ولأنه شغلات متوفرة عندنا إحنا بالمنحل إحنا بنعملها.
نحن بنجيب صندوقين من صناديق النحل القديمة اللي احنا خلاص ما بنستعملها، وبنحط في الأعلى حاجز ملكات برضو قديم ما بنقدر نستعمله كتير فبنستخدمه، وبنثبت حاجز الملكات، وبنرفع هدول الصندوقين شوي عن الأرض على أساس إنه نترك فراغ يقدر الدبور يدخل من خلاله، وبنحط في وسط هاي المصيدة مادة جاذبة للدبور، لحمة، كبدة، مرتديلا، في ناس بحطوا مصارين، أي شيء ممكن يجذب الدبور، فرح يركض الدبور ويدخل حتى يتغذى على هاي المادة الغذائية. وانتو بتعرفوا أن الحشرات دائما بتتجه نحو الضوء، ما رح يقدر يرجع من محل ما دخل، فهو بيطلع إلى الأعلى باتجاه الضوء، وهيك بينحجز تحت حاجز الملكات اللي احنا حطيناه اللي هو ما بيقدر يمر من خلاله. فهاي مصيدة كتير كويسة بدون استخدام سموم، واحنا دائما بنمسك فيها أعداد كبيرة جدا من الدبابير، وفي نفس الوقت هي مش مكلفة لأنه غالبا أنا بعملها من أشياء موجودة عندي وأنا مش بحاجة لها. وغالبا إذا كنت أنا استخدمت صناديق جديدة بعد ما أنتهي من عملية صيد الدبابير ممكن أرجع أستخدمها مرة ثانية لتربية النحل، ما في أي مشكلة. في سؤال هون، هل في أمراض خاصة بالملكات؟ أكيد أكيد في عنا أي أمراض خصوصي بالملكات إحنا ما تعرضنا لها في خلال الشرح، لأنه إحنا حكينا عن أهم الأمراض بتصيب العاملات، الملكات لها أمراض خاصة فيها. مهندسة حنين تسأل، في سلالات مهجنة ممكن تكون عندها مناعة من أغلب الأمراض، ممكن تتعايش مع الفاروة؟ هذا الإشي اللي عم يشتغل عليه العالم كله، إنه هلأ يطلعوا لنا سلالة، هاي السلالة تكون قادرة على التعايش مع الفاروة، تتغلب على الفاروة بدون ما نحتاج إنه إحنا نعمل أي نوع من الكنترول. وفي عنا أكثر من جهة في العالم حكت إنه هي أنتجت هاي السلالة، واقعيا إحنا لما جبناها وجربناها يعني ما كانت مقاومة زي ما هم بيحكوا. أوكي، فهاي المواضيع لسه تحت الدراسة، وإحنا حتى عندنا في الأردن في عندنا سلالات تصاب بالبروة لكن ما بتأثر عليها كتير، يعني هي عندها tolerance in other words، فهي موجودة. مهندس العرف سأل، ما مدى انتشار هاي الأمراض بالأردن وهل هي موسمية؟ يعني في منها ممكن يكون موسمي، مثلا تعفن الحضانة الأوروبي احنا بنشوفه أكتر شيء بالربيع. بس مرة تانية، هلا إذا أنا عملت إجراءات إدارية غلط أنا راح أشوف هاي الأمراض دايما. يعني إذا أنا ما بعدت عن مناحي الناس التانيين اللي ممكن إنها تكون مصابة، إذا أنا ما تأكدت من الأشياء اللي أنا عم أطعميها للنحل إنه هاي كلها سليمة وما فيش فيها مسببات مرضية، إذا أنا ما عملت الإجراءات تاعتي اون تايم، إذا صرت أستخدم براويز أستخدمها عند غيري وأنا ما بعرف إيش كان معنى هاي البراويز، كل هاي الإجراءات ممكن إنها تجيب لي كل الأمراض اللي بخاطر ببالي واللي مش خاطر ببالي عن المنحل وفي أي وقت من السنة. بس غالبا غالبا إحنا دائما فترة الشتوية هي أكتر فترة بكون النحل حساس فيها، فلو كان في مرض بده يأثر على النحلة الكاملة راح يأثر خلال الشتاء، وأمراض الحضانة بتكثر في الوقت اللي بيتم فيه تربية الحضانة بأعداد كبيرة. مصاد الدبور هل تكون قريبة من المنحل أم بعيدة مسافة جيدة؟ بنحطها بوسط المنحل، يعني احنا بنختار مكان أمام الخلايا، بنبعد عنها شوي متر هيك وبنحط المصيدة علشان الدبور يدخل على المصيدة ما يروحش على الخلايا. مهندسة صباح تسأل، حاليا في هذا الوقت مناسب لعلاج الفاروة ولا نأجله لآخر الشهر؟ هلا إذا أنت ما عندك قطفة عسل وإذا ما عالجتي بشهر 7 بعد ما قطفتي، هلا لازم تعالجي، هلا لازم تعالجي وما ما تجني. اوكي، لانه هي معالجه واحده بالسنه، ولازم احنا هاي العمليه نحكيها قبل ما يبلش النحل يحضر حاله للشتويه وقبل ما يبلش يعمل العنقود الشتوي. فاذا لهلا انت ما عالجتي خلال هاي السنه لازم هلا تتم المعالجه. هل في كتاب او مرجع لك لاستخدامه في بدايه تربيه النحل؟ مهندس محمد، في كتاب اسمه اداره خلايا النحل في المناطق الجافة وشبه الجافة من الأردن والخليج العربي، هذا كتاب إلي وللدكتور عبد المجيد الغزاوي، وهو بيحكي عن كل هاي العمليات الإدارية وبشكل بسيط كتير، ممكن إنه تستخدمه كمرجع
حتى ترجعوا له إذا احتجتوا إنكم ترجعوا لمرجع. طب مهندسة حنين بتسأل، هل كيف ممكن ننتج غذاء الملكات؟ هل صعب استخراجه؟ استخراجه مش صعب، أوكي، لكن مش سهل، ودائما هو كل شيء له consequences. يعني انه غالبا الخليه اللي انت بتنتج فيها غذاء ملكات هاي بدك تعتبريها على الكب، يعني لانه جهد كبير على العاملات ان هم ينتجوا غذاء الملكات، بيحتاج منهم انهم انت بتعرفي كيف بيطلع غذاء الملكات اصلا او من وين بيطلع؟ بتنتجوا العامله من غدد خاصه موجوده في الراس حتى هي تقدر تنتجه، لازم يكون عمرها صغير، يعني بحدود 6 إلى خلينا نقول 9 أيام، ولازم تاكل حبوب لقاح كتير علشان تقدر تنتج الغذاء الملكي، وهي عم تنتج من داخل الجسم، يعني هي عم تستهلك المواد الغذائية كلها اللي موجودة في جسمها. يعني هي بعد ما أنا أستخدم هاي الخلية بالإنتاج، العملات اللي بيطلعوا عندي هدول العملات بكونوا خلص مستهلكين، ما بقدر أستخدمهم بشي تاني. فلازم لما بدي أنتج غذاء الملكات يكون في عندي طرق إدارية خاصة لعملية الإنتاج. ودائما دائما انا بقول ستيب باي ستيب، الدنيا سلم، بلش دائما بالدرجه الاولى وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه. اول درجه اني انا اتقن انتاج العسل. هلا بعد ما انا اتقن انتاج العسل واداره الخليه، بنتقل للمراحل الثانيه، بنتقل لانتاج الغذاء الملكي، بنتقل لانتاج حبوب اللقاح، بنتقل لانتاج الشمع، بنتقل لانتاج الملكات. بس هي اول درجه لازم احط رجل عليها كويس عشان ما اوقع عن السلم كله، اللي هي اني انا انتج العسل وادير الخلايا كويس لانتاج العسل، بعد هيك بصير كل شيء سهل. طب مهندسة حنين بتسأل شو اسم الكتاب مرة تانية؟ الكتاب اسمه إدارة خلايا نحل العسل في المناطق الجافة وشبه الجافة من الأردن والخليج العربي. المهندس محمد بيسأل وين بقدر أحصله؟ وين موجود؟ يعني ممكن تتصل فيه أو تتصل بالدكتور عبد المجيد ونحكي لك وين تقدر تحصل على الكتاب. مهندسة مجدولين تقول إن هي بدها دورة تطبيق عملي. إن شاء الله يا مهندسة مجدولين، إن شاء الله بنخلص من مرض الكورونا، نتغلب على الوباء وبنرجع زي قبل نتحرك بحرية بدون أي مشكلة. وأكيد يعني دائما التطبيق العملي كتير بفيد، خصوصا في موضوع النحل. مهندسة حنين، مهندس حنين إذا بدك رقم تليفوني ممكن تاخذيه من المهندسة رزان، وأنا ممكن يعني هلأ أعطيكم إياه إذا بدكم. إذا في عند أي حدا فيكم أي سؤال بيقدر يسألني. رقمي أنا 079-55-76-112. وإذا في عندكم أي سؤال له علاقة بالدورة أو بالنحل، أو إذا بلشتوا مشاريع وفي عندكم أي مشاكل تقدروا تتصلوا وتسألوا. المهندس إسلام بيسأل هل يعتبر الوقت الحالي مناسب لشراء طرود نحل جديدة؟ لا أجلها شوي مهندس إسلام، هلا إحنا هاي أكثر فترة كريتيكال على النحل، إحنا هلا بالشتاء ممكن نفقد خلايا كتير. فإحنا دائما، أنا بعرفش أنت وين رح تكون أو وين منحلك رح يكون، فبالنسبة لك أحسن شيء في المناطق الجبلية تبلش بشهر 4، وبالأغوار ممكن في آخر 12. هلا إذا بدك تشتري الخلايا، لأنه هلا ممكن يكون سعرها أرخص وتاخذ الريسك إنك ممكن تخسر جزء منها خلال الشتوية، فبكون هذا قرارك الإداري الخاص فيك. مرة تانية المهندسة لارا بتسأل هل العسل بضر الأطفال أقل من سنة؟ هلا من ناحية طبية مهندسة لارا، الأطباء بيمنعوا استخدام العسل للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. مرة تانية احنا حكينا عن هذا الحكي في المحاضرات اللي كانت قبل،
ليش هم بيمنعوا هذا الحكي؟ أول شيء لأنه في بعض أنواع العسل شوي تركيبها معقد بالنسبة للأطفال الصغار، وشغلة تانية إنه في عنا بكتيريا ممكن إذا النحال وهو عم يفرز ما كانت عملية الفرز نظيفة، ممكن إنه يصير في عندي كونتامينيشن العسل بهاي البكتيريا. بكتيريا اللي إحنا بنعرفها اللي اسمها كلاستريديوم بوتشيلينوم، هاي البكتيريا إذا دخلت لمعدة الطفل الصغير لأقل من سنة، المعدة ما بتقدر تقاوم هاي البكتيريا وما بتقدر تقتلها، على طول رح تتكاثر ورح تنتج مادة سامة، هاي رح تؤدي إلى شلل الطفل وموته. فعشان هيك الأطباء ما بيسمحوا إنه هذا الحكي يصير. هلا إحنا إذا فحصنا العسل وإذا كانت هاي البكتيريا مش موجودة بالعسل وإذا كان العسل نظيف، فما في أي مشكلة إنه ينعطى للأطفال. باي ذا واي، هاي البكتيريا مشكلة أكتر في المناطق اللي فيها رطوبة عالية زي أوروبا، إحنا لأنه ما عندناش كتير رطوبة عالية، ولأنه إحنا كمان كتير نضاف، يعني بندير بالنا كتير خلال العمليات الإنتاجية، فهذا الريسك عندنا أقل، لكن هذا لا يمنع من إنه يتم فحص العسل قبل إعطائه للأطفال. المنتصر بيسأل دكتور هل ننصح بالعسل لمرضى السكري؟ مرة تانية، إذا كان العسل عشان بدل السكر وبكميات معتدلة ف اتس اوكي، أنا بنصح فيه بدل السكر. بيعتمد قديش مستوى السكر عند المريض، وبيعتمد شو نوع العسل، لأنه في عندنا أنواع معينة من العسل تستخدم لمرضى السكري. بس بغض النظر، المريض السكري بده ياخذ العسل، بده يلتزم بالدواء تاعه، وبده يتأكد إنه ما ياخذ كميات كبيرة من العسل. أوكي، يعني ضمن المنطق. المهندس محمد بيسأل في حال عدم ترحيل الخلايا كيف التعامل في حالة الأيام المثلجة؟ طيب احنا حكينا انه النحل اذا انا حضرته كويس، وانا حكيت لكم كيف احنا بنحضر النحل الشتوية، هذا النحل بيقدر يتحمل درجات حرارة كتير منخفضة في الخارج، يعني لو صارت برا درجة حرارة -50 -60، والحكي طبعا عندنا بالأردن ما بيصير، ما في أي مشكلة على النحل. يعني احنا اذا بدها تنزل الحراره يمكن توصل -3 -4، يمكن ما بتذكر امتى اخر مره وصلت عندنا الحراره -4 في الاردن، فممكن النحل يتحمل هاي العمليه. هلا احنا بالثلج، بس ايش اللي احنا لازم نركز عليه؟ انه اذا انا ما كنت مظلله الخلايا، واذا نزل الثلج وسكر مداخل الخلايا، هذا ممكن يؤدي لاختناق النحل بالداخل. فاحنا اذا ما كناش مظللين الخلايا وما عندنا مظله وفي عندنا خوف انه الثلج يتجمع على مداخل الخلايا ويغلقها، وقتها لازم بالثلج نطلع على المنحل نتاكد انه الثلج لم يغلق مداخل الخلايا. غير هيك اذا حضرت الخليه جيدا للشتاء، ما في اي مشكله اذا انخفضت درجات الحراره. المهندس إسلام بيحكي إنه شو أحسن طريقة لتوسيع المشروع، شراء طرود ولا تقسيمها من خلايانا؟ يعني في البداية بدك تشتري، لما يصير عندك عدد جيد من الخلايا أوكي، بدك تصير تقسم الخلايا، يعني أول على آخر في البداية لازم تشتري، وبعدين تصير تقسم من نحلك الخاص. المهندس محمد برجع بقول هل نفق الخلايا مفتوح بالثلج؟ طبعا لا، أنا ما قلت لك اطلاقا، ما قلت ابقى الخلايا مفتوحه بالثلج، انا قلت لك لانه احنا في عندنا مدخل الخليه اللي هو الباب اللي بيطلع منه النحل وبيدخل، هذا المدخل لازم ما يغلقه الثلج، لانه اذا اغلقه، لانه هذا هو المحل الوحيد اللي بيدخل الهواء منه للخليه، اذا ما دخل هواء للخليه راح ينخنق النحل جوا. فانا بدي اتاكد بالشتويه بس انه المدخل هذا لم يغلق بالثلج، فبدي اروح على المنحل اطلع على المداخل اتاكد انه ما في ثلج عليها وخلص. بس انا ما بفتح الخليه بالبرد، لما ما بفتح الخليه بالمره. المهندس مجلين بيسال النحل كم ممكن يقطع مسافه بعيد عن الخليه؟ يعني في اختلاف بين السلالات، ممكن يقطع حتى 7 كيلومتر، بيعتمد حسب السلاله. فعشان هيك احنا دائما بنحكي مسافه الترحيل بغض النظر عن السلاله، اكثر شيء امانه انها تكون ابعد من 7 كيلومتر. بس عشان النحل يصير ويجمع رحيق، لازم هذا الرحيق يكون قريب من الخلية. احنا دائما نقول من ناحية اقتصادية لازم مصادر الرحيق تكون حوالي 2 كيلومتر حوالين الخلية.
في أي سؤال ثاني؟ للمهندسة اللي طلبت رقم التليفون مرة ثانية، تليفون 079-55-76-112. إذا ما في أسئلة أخرى فأنا بقول لكم يعطيكم العافية. طيب، في عنا سؤال من المهندس مجدولين، هل ينجح وضع مناحل في المدن؟ بيعتمد قديش في عنا كثافة سكانية، يعني إذا كانت البيوت كلها فوق بعض وقريبة كتير من بعض فأنا ما بنصح، أوكي؟ لكن إذا كانت البيوت زي مثلا في إربد أو في مادبة أو في بعيدة عن بعض ومتوفر في عنا مصادر حقيقية والجيران ما بيشتكوا فما في أي مشكلة. ممكن نحطها على أسطح العمارات إذا توفرت الشروط اللي أنا حكيت لك إياها، لأنه إحنا دائما أكثر شيء بنخاف منه إنه الناس تشتكي وبالتالي قانونا لازم أنت تشيل المنحل. فإذا الجيران راضيين، إذا في عندنا مر على النحل بيقدر يجمع منه كويس فما في أي مشكلة. أوكي، يلا يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم. مهندس رزان، إحنا بدنا ننهي اليوم، هيك بتكون آخر محاضرة لنا بهاي الدورة. يعطيك العافية دكتورة. يعطيك العافية، يلا السلام عليكم. يعطيكم ألف عافية جميعاً.